السلام عليكم مشاهدينا الأكارم في هذه التغطية الخاصة والمفتوحة من قناة الميادين للأحداث في لبنان. ككرة الثلج تتدحرج ويتسع الحراك الشعبي من دعوة بمنظمة على خلفية أزمة النفايات إلى اعتصام في وسط بيروت وإجراءات أمنية ضخمة وجهت في المقابل لهذه التحركات الشعبية. كان ذلك بالأمس. القوى السياسية التي عبرت جاء مواقفها رافضة للإجراءات القمعية التي أدت إلى جرح عدد من المتظاهرين أمس، إلا أنها أعلنت أن المطالبة بعلاج مشاكل شيء والتطور إلى رفع شعارات كإسقاط النظام شيء آخر. رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام اليوم أعلن عدم القدرة على حل الملفات المأزومة، هدد أيضا بالاستقالة إذا لم تثمر جلسات مجلس الوزراء التي ستكون في يوم الخميس المقبل في إيجاد حلول واضعة للمشكلة عند كل القوى السياسية. بكل الأحوال مشاهدينا سننتقل وإياكم مباشرة إلى وسط بيروت، حيث ننقل لكم بالصوت والصورة التجمعات والتحركات الشعبية، وخصوصا بعد الدعوة لحركة أو حملة طلعت ريحتكم للتواجد عند الساعة 6 مساء استمرارا بهذه التحركات الشعبية. الآن ننتقل لمراسل الميادين محمد جرادي، يضعنا في آخر التطورات. محمد، كيف يبدو المشهد وهل اختلفت الصورة بالنسبة لعدد المشاركين عن ما كانت عليه قبل ساعات؟ بالفعل رامي، الساعة 6 كانت الجماهير مكتظة هنا أمام السرايا الحكومي. التظاهرة شهدت مزيد من الحضور والمشاركة، المشاركات الشعبية. تزامنت هذه المشاركة هنا في رياض صلح في بيروت مع أخبار عن تحركات في المناطق متزامنة مع هذا التحرك، ليس آخرها في القاع وعكار وبعض المناطق، وقص أنباء عن حديث عن حادثة حريق بل إحراق أحد الأشخاص لنفسه. كما هنا بعض الشبان يعمدون إلى إزاحة الأسلاك الشائكة من أمام العناصر الأمنية التي المولجة حماية المقر الحكومي، مقر رئاسة الحكومة، وسط بعض المشادات بين الشباب الموجودين هنا الذين على ما يبدو عمد بعضهم الآخر إلى إعادته إلى مكانه. هذا هو ما كنا نتحدث عنه في رسالة سابقة، عن مد وجذر بين بعض المعتصمين هنا، بينما هو مؤيد الهجوم على بعض عناصر القوى الأمنية، والرأي العام الأرجح هنا بعدم مساس القوى الأمنية والصدام معها. وهذه المشاهد التي نراها هنا هي مشاهد تتكرر بين الفينة والأخرى. ريثما تهدأ الأمور، معي هنا شباب من عكار جاءوا إلى بيروت للاعتصام والتعبير عن رأيهم. حبيبي جئت من عكار لطالبوا بقائمة عناوين حاملين معكم. أكيد أول شيء نحن منأكد على تضامننا مع الشباب الحراك اللي طلعت ريحتكم بوسط بيروت هون، ونحن بس بنحب نوجه تحية أنه نحن جزء من هذا الحراك، ونحن جزء أساسي من هذا الحراك، ونحن داعمين لهذا الحراك. ولكن فيما خص موضوع عكار، نحن بنحب نأكد أنه الشعب العكاري شعب حي، شعب كرامته بتوزع على كل من في هذه السلطة. الشعب العكاري لن يسمح بمرور هذه التسويات وهذه الصفقات على ظهره في عكار. عكار منا مزبلة لأي كان، عكار منا مزبله ولا باحة خلفية لهذه الطبقة السياسية تكف فيها زبالتها. عكار أقوى وأكبر من هذه الطبقة وأكبر من هذا الحكم وأكبر من تسوياتهم وأكبر من مشاريعهم المخططة لنا. عكار شعب حي موجود، ومن ناشد لنا في عكار أنه يشمروا عن زنودهم ويكونوا جاهزين لحتى نحن يكون ننقل الساحة من بيروت إلى عكار، والساحة الحقيقية هي بالأرياف وبالقرى. النضال الحقيقي لهيدا المشروع لاسقاط هذا النظام ببلش من عكار، ما يبلش من بيروت. نحن بندعي الشباب هون ببيروت ينزلوا لعنا بالنشاطات المقبله في عكار. يعطيكم العافيه. اجتزتم مسافه طويله للوصول الى بيروت من عكار، وصح حديث عن عدم المكوث هنا ليلا واقفال باب الخيام طبعا لتعرضين. وفي تشويهات كبيره ونحكى كثير انه في اشاعات قد ما بدك عم تطلع بعكار، وفي يعني عم بيحملونا مضمون سياسي. نحن كل البعد بعاد عنه، نحن من كل مشارب، من كل تيارات الفكرية في عكار، من كل الأحزاب، حتى من أحزاب السلطة يلي بتعتبر حالها أنه عكار قطاع تابع لعلا، هيدي هي قاعدتنا رح ننطلق منها في عكار. أحزاب السلطة وقاعدة هيدي السلطة هني رح يطلقوا بوجههم في عكار، والأيام رح تكون لقدام ونشوف شو عيصير.
الجدير ذكره رامية أنه سلسلة قرارات خرجت إلى العلن الخامسة والسادسة من قبل بعد ظهر هذا اليوم، برزوا قرار وزير البيئة وقبله وزير الداخلية بتقديم موعد رد العروض لموضوع النفايات بناء على طلب رئيس الحكومة الإسلام الذي يعجل الأمر بث هذا الموضوع، إضافة إلى الحديث عن بعض كما سبق وذكرنا الحديث عن بعض التحركات الشعبية النهضية السعي إلى مساندة ودعم هذه التظاهرة والاعتصام المفتوح هنا من القاع إلى عكار فصيدة فمدينة نبطية. ربما لا معلومات لدينا عن فحوى هذه التظاهرات كما وبالعدد فعليا، لكن الأنباء هنا تشير للمنظمين أنها متزامنة في هذا الوقت مع هذه التحركات هنا. يبدو أن محمد إذا كنت تسمعني وقد أشرت لمعلومة مهمة ألا وهي تقديم موعد فض العروض، عروض مناقصات النفايات، هذا ما أعلنه وزير البيئة محمد المشنوق، لكن من خلال تواصلكم ومن خلال مراقبتكم لهذه التظاهرات هل يمكن الحديث أن هناك جهة منظمة تستطيع أن تحدد سير معين لهذه التظاهرات؟ أعلن عن بدء الاعتصام أو استمرار للتظاهرات والتحركات بدءا من الساعة السادسة والتي تنطلق مجددا فيها التغطية للميادين. البرنامج العام لهذه التظاهرات أو التحركات، من يستطيع أن يضبط إيقاعها أيضا؟ هل يوجد جهة؟ عماد بزي أحد المنظمين في حملة طلعت ريحتكم أفادنا في رسالة سابقة عن البرنامج المقبل لتحركاتهم بحسب اجتماعاتهم المتكررة تباعا هنا في مكان ما قرب مكان الاعتصام، حيث من المقرر أولا فض الاعتصام الليلي والمبيت في الخيام لتعرضهم لمناوشات على حد قولهم ليلا، وبالتالي اقتصار على التحركات النهارية، وأول المواعيد سيكون يوم الثلاثاء المقبل موعد اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة حسب ما تم إعلانه سابقا اليوم، هذه ليها سلسلة نشاطات سيتم إعلانها لاحقا، لم يعلن عنها أي شيء حتى الساعة. الشباب المنظمون لا يزالون في اجتماعات متتالية مع كل جديد يطلعون على ما ينوون فعله. حتى الساعة التظاهرات ستقتضي على هذه المشاهد التي نراها اليوم بعفويتها وبكامل المنظمات والتحركات الشبابية المشاركة بعفوية. معي هنا أيضا أحد المشاركين من بيروت والذي أتى خصيصا للمشاركة في سياق هذه التظاهرات، ما هي العناوين التي جئت من أجلها؟ أول شيء إسقاط الحكومة، وما يبقى ولا واحد منهم، وما بدنا حتى ولا زعيم يقعد يحكي مثل ما امبارح عم يحكوا بيقول والله معهم حق. كيف انت عم تقول لي معك حق يا زعيم، انت يا يلي انت حامل البلد ومشي للعالم مثل ما بدك، كيف عم تقول انه هودي ما مش لازم حدا يغلط معهم ومطالبهم محقق؟ طيب كيف ما انت لك وزراء، طيب اسحبهم لصدقك، طيب رجع جيب لي ابنك، عشو عم تربي لي ابنك وعم تسلم لي؟ مش بس هو، انا عم بقصد على الكل، كل واحد جيب لي ابنه مشان يكمل ذبحه علينا. نحن الخواريف شعب اللبناني بكل صراحه، نحن خواريف، وكل واحد قاعد ببيته هلا مع احترامي له هو خروف. لا وما بطلب من كل العالم، بطلب من كل العالم ينزلوا معنا يشاركوا معنا. الجدير ذكرها رامية أن التحركات التي نشهدها اليوم هي مستمرة منذ الأمس، حيث دعت حملة طلعت ريحتكم إلى هذا التظاهر والاعتصام المفتوح الذي سيليه سلسلة تحركات. ما كنت أريد قوله، تفضل. نحن جايين من الطيوني، كهرباء 3 ساعات بنهار، ماي ما في، اللي بعده قاعد ببيته، هيدا شعب مسيس، شعب اذا ضرب الحذاء براسه صاح الحذاء بزيزن بنضربه، ما حدا عم ينزل الا المش مسيس، انزلوا شيلوهم للحكومه. كل واحد لو كل لبناني لو عندك 1% ذره شرف انزال، لك 100 سنه عم يسرقوك، مي ما في، كهرباء ما في، داعسين على راسك بالسرماي، انزال اذا انت بطل يا لبنان، انزال. مش نحن بس بالحرب قوايا، نحن بالمظاهرات قوايا، خلينا نشيل اكبر حكومه عم تسرقنا. هنا نجد الجدير ذكره رامية أن المطالبات والعناوين التي بدأت بالأمس من حملة تنظيف النفايات وكل هذا الملف برمته تحولت إلى عناوين أخرى ليس أبعدها استقالة الحكومة ومطالبات بمطالب حيوية ومطلبية إذا صح التعبير من مياه وكهرباء، وإلى عناوين أخرى باتت كل مجموعة تطرحها على حدة بحسب وجعهم على حد تعبيرهم. فبالتالي لذلك كنت أسألك محمد عن ناحية التنسيق ووضع رؤية
واضحة وخطوات معلنة لهذه التحركات. ما فهمت منك أنه هذه التظاهرة التي دعت إليها حملة طلعت ريحتكم ستبدأ من السادسة، لن تبقى كما بالأمس لساعات الليل الأخيرة، ستجدد نشاطها في ساعات النهار وصولا إلى المساء، يعني تحسبا ومنعا لأي احتكاك وربما تصادم مع قوات الأمن. صحيح. انتظارا ووصولا لجلسة مجلس ليس بالفعل قوات الأمن رامية، ليس بالتحديد قوات الأمن كما قال المتظاهرون، إنما بعض المدسوسين على حد تعبيرهم تعرضوا لمضايقات، وثمة من يتحدث عن تخويفهم بالآلات الحادة، هذا على حد قول عماد بزي أحد منظمي الحملة. الاصطدامات مع القوى الأمنية، للتنويه أنها هذه الاصطدامات ليست من فعل القوى الأمنية، بل هي ردة فعل في بعض الأحيان على ترشقهم بالعبوات، عبوات المياه وبعض العصي، لأنه حتى مع الرد البسيط إذا صح التعبير من قوى الأمن بإطلاق القنابل الصوتية في الهواء وليس على المتظاهرين اليوم. بكل الأحوال محمد لهم سأعود إليك وربما لنتزود بالمزيد من المعلومات، وهل من خطوات ربما يعني يقوم بإعدادها المنظمون للحيلولة ربما من أن نرى قربا من السراي الحكومي السياج الشائك الذي وضع ضبطا ربما لإيقاع إيصالا للطلبات التي ترفع. الصورة الآن باتت أوسع ونحن ننقلها عن الزميلة الـ LBC للتجمع، وعدد كبير يبدو، الاحتشاد يبدو كبيرا أمام السراي الحكومي. بكل الأحوال سأبقى معك محمد الجرادي، ننقل بالصوت والصورة ونتابع في التحليل والمتابعة ورصد لأهم المواقف السياسية والتفاعل أيضا بالنسبة للنخبة السياسية اللبنانية مع هذه التحركات. سأشكرك حتى اللحظة محمد على أن تبقى معنا، والصورة بالتأكيد تبقى جزيلا معنا بمتابعة لهذه التغطية من قناة الميادين للتحركات الشعبية التي انطلقت بالأمس، وصلت لحد الصدام بعد أن قامت قوى الأمن اللبنانية بفض تلك التحركات بما وصف بطريقة قمعية أدت إلى جرح عدد من المتظاهرين. جملة من المواقف السياسية حقيقة مشاهدينا أطلقت ما بين الأمس واليوم، سنقف عندها ونفرد في التحليل لها. ولهذه الغاية أيضا ينضم إلينا هنا في الاستوديو السيد سيد فرنجية الكاتب السياسي، أهلا بك سيد فرنجية. هل لنا بداية أن نقيم الصورة بالمشهد، هل يمكن أن نطلق الآن توصيفا بعينه على هذه التحركات الشعبية؟ ما العنوان الذي يمكن أن نعطيها إياه؟ يعني هذه التحركات ليست تحركات مفاجئة وليست تحركات ظرفية، إنها محطة تعبر عن تراكم الأزمات والفضائح وروائح الفساد. أتت رائحة النفايات لترفع الغطاء عن روائح الفساد بكاملها في هذا النظام. هي يعني الآن محطة، الأهم بهذه المحطة ما في شك التجمع الشعبي، ولكن بداية للمرة الأولى من نصف قرن، في بداية لتفكك جمهور من اللبنانيين عن الكتل الطائفية والمذهبية في هذا النظام. ها معناها هلا اليوم تصعد حكومه بكره، ولكنها بدا العد العكسي لانهيار هذا النظام الطائفي. طبعا الاهميه على ماذا تستند بذلك انه بدا العد العكسي لانهيار النظام الطائفي؟ نعم. مع العلم انه هذا النظام وضع محاصصه لم تكن لبنانيه بحته بمباركه وصياغه اقليميه وايضا دوليه. صح. هذا النظام كيف وضع العد العكسي؟ وضع ب 43 يعني ما قبل الاستقلال، ولكن مع الاستقلال كرس بصيغته الطائفية. يعني حتى مرق في المرحلة الأولى الطائفية بتسليط طائفي معين على بهيمنة الطائفي معين على الطائفة الأخرى وهي الموارنة، وصار في الإشكالات. يعني هذا النظام رغم يعني المحاصصة عامل مساعد يعني لاستمرار أو بالأحرى لضبط إيقاع الأطراف الطائفية فيه، ولكن بيجي وقت أنه الوضع السياسي والاقتصادي في البلد أو الوضع الإقليمي أيضا بيساعد على بداية التفكك بين الأطراف السياسية،
مثل ما حصل بال 52، مثل ما حصل بال 75، مثل ما حصل بال 67 قبل بعد هزيمة 67. فما يعني ما كان كتير موحد. بيتوحد أيمتى؟ أطرافه عندما يشعروا فعلا بالخطر، مثل اليوم بارح مساء رصدة من وليد جملاط اللي قال موقف أنه ما عن حق هات الطبقة السياسية فشلت، تركوا لهم مجال يجوا يحلوا محل، وأنه وزير الداخلية كاذب يستقي. بعد ساعة بعرف الاتصالات اللي جرت ومين قام فيها وكيف قام فيها معه ومع غيره. هلأ الآن كله ماشي، يعني حسوا بالخطر، مش من هال 2000 تا 5000 واحد اللي هون، خص حسوا فعليا بخطر. أن قلت لك عنه التفكك الجمهور، ما بدي أقول جماهير، الجمهور عن الواقع الطائفية بين واضحة. طيب سأقف هنا وأريد أن أبقى في تشريح للمشهد، يعني لأنه هذه التظاهرات خرجت ترفع، وكل ما سمعناه حقيقة من يشاركون بهذه التظاهرات والتحركات المواطنين اللبنانيين، ترفع شعارات مطلبية خدمية نتيجة لتردي الخدمات والتي وصلت إلى حد أزمة النفايات. هناك ارتقاء إنجاز التعبير أو اختلاف في رفع المطلب، بمعنى إسقاط الحكومة، إسقاط البرلمان، وفارق كبير بينهما. كيف يمكن أن تأخذ هذه المطالب في يعني توصيف لما يجري أو لهذه التظاهرات حيزا عمليا؟ صحيح، بس أنا قبل ما أقول كيف تأخذ حيز، ما فيها تأخذ حيز عملي، لأنه ما في دولة مؤسساتها منهارة، ما في، في سلطة قائمة لها طابع عصابات تتحكم بالوضع. بغض النظر كان لازم تسقط الحكومة أو لا، هناك من يقول أنه ما لازم تسقط لأنه ما في رئيس جمهوري لا يعمل استشارات لحكومة تانية، فبتتحول إلى حكومة تصريف أعمال، معناتها مزيد من الفراغ. مزيد من الفراغ بشكل خوف الحقيقي لجماعة النظام الانهيار أكثر. بدهم يصير في تعديل ما وليس على نمط الطائف. ما بقى مقبول أن يكون أي تعديل في طبيعة النظام تجميلي كما الطائف أو كما الدوحة أو كما هالاعتبارتين. كيف سيتم التبني هذا ما أحاول؟ بين سلطة يخرج خارج أهل النظام إلى تنفيذ ذلك من ضمن القوى السياسية. هذا عم أقوله، خارج أهل النظام، خارج الطبقة السياسية، تطلع قوى تعمل مؤتمر تأسيسي، توضع دستور جديد، تعمل حكومة انتقالية، الحكومة الانتقالية بتطلع قانون انتخاب جديد ديمقراطي عصري يتبنى النسبية في لبنان، يعني بمعنى تمثيل كل الناس، بتحرروا من قيد الطائفة، ومن ثم بتقول مجلس النيابة الجديد هو الذي ينتخب رئيس جمهور. بكل الأحوال نحن نرصد هذه الصورة لساحة رياض الصلح في وسط بيروت من أمام السراي الحكومي. يبدو أنه دائرة المشاركة تتسع عما شهدناه أيضا بالأمس في ذروة الأمس، وخصوصا أنه نحن مع الدقائق الأولى للإعلان تنظيميا عن بدء هذه التحركات وفق ما نقلت أو دعت حركة طلعت ريحتكم. بكل الأحوال هذه الصورة ننقلها لكم على الهواء مباشرة مشاهدينا، وقد شاهدنا قبل قليل محاولات من بعض المشاركين في التظاهرات بإزاحة السياج أو الأسلاك الشائكة مجددا من أمام السراي الحكومي. ونتابع أيضا أنه بالصورة نسمع أيضا الهتافات والمشاركات. لا ندري كيف يمكن أن يتطور المشهد، هل سيأتي مشابها لما جرى بالأمس؟ عدد كبير من وسائل الإعلام أيضا تغطي وتتابع فيما وصف بأنه حدثا استثنائيا في المشهد اللبناني، وما دفع اليوم أيضا مشاهدينا لأن نسمع تصريحا من رئيس الحكومة اللبنانية تمام إسلام. لا بأس أستاذ سيد أن نقف أنا وإياك وأيضا مشاهدينا عندما قاله أو على ما قاله رئيس الحكومة اللبنانية تمام إسلام الذي هدد حقيقة بالاستقالة إذا لم تكن جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل منتجة وتجد حلا لأزمة النفايات. كلام إسلام جاء خلال مؤتمر صحفي في السرايا الحكومي بعد يوم من الاحتجاجات الشعبية على الأداء الحكومي. سلام قال أيضا أنه لا يزال حياديا في موقعه السياسي بين كل الأطراف على الرغم من العرقلات التي مارستها قوى دون أن يسميها، واعترف بأن المحاصصة السياسية تعطل لبنان وأن التوافق في إدارة البلد لا يعني الشلل. القصة هي قصة النفايات السياسية في البلد، والنفايات السياسية في البلد لابسينا كل
المرجعيات كل القوى السياسية. الخميس أمامنا جلسة منتجة، إذا لم تكن منتجة لا لزوم لمجلس الوزراء من بعدها بكل بساطة. مجموعة طلعت ريحتكم المنظمة للتحرك الشعبي دعت سلام إلى الاستقالة ودعت إلى توسيع التحرك الشعبي، نتابع ما قالت. مع إلى رئيس الوزراء تمام سلام، نذكره أن حال البلد باتت تنذر بالأسوأ، فلا نرضى أن يكون رئيس الوزراء شاهد زور، فلقد نفض صبرنا وتحملنا ما لا يمكن لشعب أن يتحمله من فساد متمثل بنفايات مكومة على الطرقات وانقطاع التيار الكهربائي وغلاء معيشة إلى آخره، والجميع يتحمل المسؤولية من دون استثناء بمن فيهم تمام سلام. لذلك ندعوه لتقديم استقالته فورا، فللصبر حدود وقد نفذ صبر المواطنين. نعود إلى ضيفنا هنا في الاستوديو. لنا نقف أيضا في ما أطلق اليوم من مواقف وتصريحات بالنسبة لرئيس الحكومة اللبنانية، كيف تقيمها؟ وهل هو قادر اليوم أمام التعقيدات والعرقلات السياسية أن يشترح حلا جامعا لكل الأطراف؟ حلا جامعا لأزمة النفايات؟ حلا جامعا يجمع فيه كل الأطراف. ما بهم يعني هلا ما يعني في كثير علقوا اليوم على هذا الكلام، رغم كل شيء ما بدي أقول أنا أنه ليس كلام رئيس حكومي ورئيس ورجل دولي. فلهذا السبب الآن من سعد الحريري إلى سمير جعلة مؤخرا منذ نصف ساعة أنه عم يعمل لي دعم لرئيس الحكومة وما تستقيل وتستقيل. ما لنا مشكلة بيستقيل أو بيستقيل، ولكن أنه لولا بدهم يجدوا كانوا حلول ومعالجة فعلية للأزمة صاروا سنة بيشتغلوا فيها ببطء، ولكن هناك مخصصات داخل الحكومة، مخصصات داخل الأطراف السياسية. طيب لا أعطي مثلا، منذ سنة تقريبا يعني ب 15 تموز 2014 وضع قرار نهائي أن مطمر النعمة لم يعد يتعمل بعد سنة، يعني أخذوا خبر قبل وقت شيك. اثنين بيعرفوا أنه من 2010 ل 2015 هو الحد، تموز هو الحد الأقصى ويجب إعادة يعني 4 سنوات نعطيها لسكلين، أنه وضع شروط مناقصة فعلية لشركات أخرى. سنة، ما بدي أقول 4 سنوات، عم بحكي السنة الماضية كل سنة 14 ل تموز 2015. ماذا عملوا؟ أنا بقول لك شو عملوا، بشباط سحبوا دفتر الشروط من التداول اللي عليه بدها تيجي شركات أخرى تعمل مناقصة تقدم عروضها ليصير مناقصة من أي شركة تاخذ رفع النفايات. لماذا سحبوا الشروط؟ سحبوا ليعملوا شروط تعجيزية، لأن دفتر الشروط الأول كان مطابقا تقريبا مع مواصفات سكلين. سحبوا طب ربما ولو قاطعتك، هذا ما تحاول هذه الحناجر التي كما قلت والكثر اجمعوا انها تفوقت على فكره المحاصصه الحزبيه والسياسيه، خرجت دون لون سياسي او حزبي او طائفي، ترفع شعار انه في نوع من الفساد استشرى في البلاد لدرجه لم يعد يحتمل. الطبقه السياسيه والنخبه السياسيه، وقد اشرت قبل قليل لما قاله رئيس القوات اللبنانيه السيد سمير جعجع، قال انه فشه الخلق يعني لا تحمل تلك الحلول، و دعا للبقاء بالشارع لحين انتخاب رئيس، عندها تصبح الحكومة مستقيلة. يعني بكل الأحوال ما أريد أن أسأل التعامل بالنسبة للطبقة السياسية، وهي متهمة من قبل هذه الجماهير التي تخرج، ما قاله رئيس الحكومة هل يعبر على أنه قادر على أن يطلع بالأزمة هذه التي أوصلت الناس إلى الشارع، وهل يستطيع أن يجمع الأطراف السياسية؟ واضح أنه كلها تلتف حوله. أنا ما هي المشكلة؟ ما هي المشكلة؟ مشكلة عجزهم. طيب مشكلة النفايات الآن توازيها ماذا؟ تعطي مجلس النواب، تمديد لمجلس النواب، لا شرعي لمجلس النواب، لا انتخاب لرئيس جمهورية، شغور مركز الرئاسي، شو معناتها هاي؟ هيدي معناها مظاهر فعلية حقيقية للأزمة الفعلية بالبلد، في أزمة وطنية بالبلد. هلا عم تشوفين عم بيعبروا عن الأزمة هاي، بس هيك بيقول حد بيعطي شعار لا له ومنطقي، ولكن
اللي حكي تمام سلام واللي حكي سمير جعجع واللي بيحكي فؤاد السنور واللي بيحكي نبيه بر يحكوا بالدنيا. هيدي ازمتهم، هن ولدوا هذه الازمه. هذا طبقه سياسيه سر نصف قرن تستولد بتولد الازمات وبتعجز عن حلها، ما بتقدر تحلها، تنتظر الخارج ليحل عليها. الان مشكلتهم طالت اكثر لان الخارج ما اللي بأولوياته ما عنده قدره يحل له مشاكله ولهن قادرين يحلوها، فمن هون عم تكبر الازمه. هل كنت من هون عم تنكشف اكثر؟ نعم. ونحن نشهد هذه الصور، هل كان ممكن ان نرى هذه الصور في وسط بيروت بهذا الحجم؟ لا ادري، البعض طبعا يربطها مع تحركات عربيه سميت بالربيع العربي. هل لا كان ممكن ان نرى مثل هكذا رأينا مشهد في لبنان اليوم حاملين فقط الاعلام اللبنانيه؟ وهل يمكن لها ان تغير في ساكن، في راكد، في متحجر من الازمات استعصت على مدى سنوات بين الافرقاء السياسيين؟ هل بدها تحرك من هون؟ رجعوا كلهم اتفقوا لا يعملوا شيء ما خوفة من هذا الحراك. قلت لك أنا هذا حراك بغض النظر شو بيطلع من نتائج سريعة، ولكنه هذا حراك فعلي، محطة فعلية بالتغيير. هذا يعني كيف ليش كانت محجرة صار سنتين وثلاثة وأربعة يعني علاقات سياسية؟ لأنه نجحوا هؤلاء الآن عم بيدعوا إلى الاتفاق، نجحوا بتقسيم لبنان، نجحوا بتقسيم اللبنانيين وانقسامهم إلى كتل مذهبية وطائفية تتناحر. ما بقى فيك بتعلي صوتك تطلعي بتطلع إنه إذا ما كنت من هالجهة أو من الجهة غير مسموع الصوت، إذا طلع صوتنا معه حق، هو بيقول ما معه حق لأنه من هالجهة. الآن بدأ التفكك، هذا المهم. هالأزمة الكبيرة هني ما عم يدروها، بيلعبوا فيها لعب، لأنه بالآخر كل واحد بيطلع بجيبته بدش يعبيها، بدش يطلع مصاري، بدش يسرق، بدش ينهو. بس ولكن نحن عم نشوف أن هذه أهميتها، هذه المحطة سميتها، هيدي بدأ تفكك الجمهور أو جزء من الجمهور، بعض الجمهور اللبناني عن كتله المذهبية والطائفية، لم يعد يتقيد بها إلى حد ما. ومن هون كل ما بتطول كل ما بيدب الخوف في هون، وكل ما النظام طول يبدأ بالانهيار. سأقف عندها. نعم. سيد فرنجي، بما له علاقة بالزمن، يعني البعض قرأ بأنه جلسة الحكومة أن تكون يوم الخميس هو محاولة لتشتيت الصفوف، لتمويت هذه التظاهرات، لجعل الوقت يلعب عاملا. نعم. معها تمويتيا أو التفافا حول مشاغل الحياة، أنه لماذا لم تكون الثلاثاء، لماذا الخميس؟ اللي عم تقولي صح، انه بدهم يموتوا الواحد لانه يجرجوا، بمعنى انه تطلعوا من ساحه رياض الصلح فتحت العود والعود الاخرى، وبعدين بيقولوا بصير صعب جمعها. صار صعب ضبط الوضع الشعبي على ايقاعاته، صار صعب، ما بقى قدروا يتحكموا فيه، ولهسه بدب الرعب فيهم، ولهسه بدب الرعب للمره الاولى يتفقون ويجتمعون، بيرجعوا من جديد، الخطاب السياسي توحد لانه رعبوا خافوا، مش خافوا بس من 3-4 آلاف هون، خايفين بيعرفوا، لانه بيعرفوا الناس شو عم تقول. صارت هي اول مره من يعني من شهر وبالجاي بسمع كلام عند اغلبيه الناس، كلام انه ما بقى فينا نتحمل، يعني مين بيروح مين بيجي. هذه انتفاضه، هذه شو انتفاضه حقيقيه، شفنا مثلها بس ما استمرت وقت اللي طلعت من سنه 2012 قضيه اسقاط النظام الطائفي. عشرين ألف. ولكن حملوها الكثير من الجهات والتوصيفات. بس ولكن هيدي رجعت ردت بعض الناس إلى الشارع تحت عنوان نقي، وهيدي والناس الآخرين اللي ما قادرين يكونوا موجودين هون، هيدي ناس خارقة الطوائف، لا في زعيم ولا في طائف ولا في مذهب وراها، هيدي ضدهم. من يضمن أن تبقى كذلك، خصوصا أنه الآن يتم الحديث حتى من الهيئة التنسيقية والمنظمة أنه هناك محاولات للاندساس، هناك من يعني يقوم بمجددا إزالة السلك الأسلاك الشائكة أو الحاجز المعدني بين السرايا الحكومي وأعداد المتظاهرين، كيف يمكن حمايتها؟ وهل يمكن أن تتفكك من الداخل في ظل أنها حركة شعبية خارجة عن الأحزاب والتنظيمات السياسية؟ صحيح، هذا انا مرقت قبل ساعه على ساحه الصلح. نعم، فالتقيت مع عدد منهم امبارح، ما كان موجود هالشيء، اليوم موجود، صاروا متخوفين جدا انه في ناس مندسه، والناس المندسه ليست لا من احزاب من هالميل ولا
هيدي من مجموعات أبناء النظام، كل واحد بيعت جماعته ليعمل تحت عنوان يعني مزايدة، يا بيضرب على القوى الأمن يا بيسحب الشريط ليفتح المشكلة لمشان تقع الخلافات. طب سأسألك، ما الذي شعرت به أو كيف تواصلت مع الموجودين؟ لكن حقيقة مشاهدينا ونحن نسمع صوت جوليا بطرس أيضا في داخل هذه التحركات، ولا أدري زميل المخرج إن كان أن نسمع من أصوات المتواجدين إضافة لما يطرحونه من شعارات والأغاني المرافقة، نعطيها فسحة أيضا نسمع قليلا. مشاهدينا ننقل لكم هذه الصور المباشرة والحية من وسط بيروت ضمن هذه التحركات الشعبية التي ترفع العديد من الشعارات، تدرجت من مطالب خدمية احتجاجا على تردي الخدمات المعيشية في لبنان، وصلت ذروتها بما له علاقة بما بات يعرف بملف أو أزمة النفايات في لبنان. حركة طلعت ريحتكم نظمت العديد من الوقفات، بالأمس كانت ضمن وقفة احتجاجية فضتها قوات الأمن اللبنانية بطريقة قمعية أدت إلى جرح عدد من المتظاهرين. تفاعل المشهد بشكل كبير بالأمس، فارتفعت مع هذا التفاعل وارتفع مستوى المطالب، وصلت إلى حد شعارات تريد إسقاط النظام بالحكومة التنفيذية والسلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة، السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب الممدد له، ومع الفراغ الرئاسي الموجود والشغور لكرسي الرئاسة. الأعداد تتزايد بشكل كبير، العنوان الواضح أنه الجميع لا يندرجون تحت مسمى سياسي، رغم أنه سجلنا بعض المشاركات لبعض الأطراف السياسية بقيت على الجانب وفق ما نقلت بعض الوكالات، لكن المسمى الأساسي هو حركة لمواطنين يحتجون على الواقع المعيشي في لبنان. العلم اللبناني هو ما يوحد هذه الجموع والشعارات، وأيضا للمزيد من عين المكان ينضم إلينا مجددا محمد جرادي. محمد، ما الذي التقطته من شيء خاص من ضمن هذه التجمعات، وما الذي يمكن أن تفيدنا به من معلومات لسير هذه التحركات؟ رامي، فعليا حتى الساعة لا جديد، الاجتماعات للمنظمين لا تزال قائمة ولا جديدة حتى الساعة من قرارات نتجت عن اجتماعاتهم، الاعتصام لا يزال مفتوحا وعلى نفس الوتيرة وبنفس الزخم من دون أي تراجع في وتيرته، المعتصمون لا يزالون يتوافدون بشكل متقطع ما بين المناطق. هناك بعض المجموعات الشبابية التي وصلت الآن من ضاحية بيروت الجنوبية للانضمام إلى الاعتصام، على مستوى التعاطي على الأرض بين المنظمين والقاعدة الشعبية هنا لا مناوشات مع القوى الأمنية تذكر غير تلك التي شاهدناها عبر رسالتنا الأخيرة. معي هنا أحد المشاركين في الاعتصام للاطلاع منها على أبرز العناوين التي يطالب بها الشعب اليوم بعد يومين أو بعد أكثر من 24 ساعة على انطلاق الاعتصام. بداية أود أن أقول شيئا، هو أن طالما هؤلاء المسؤولين عندما تسمعهم يتحدثون تظن أنهم ملائكة،
طالما أن هؤلاء المسؤولين كلهم ملائكة، لماذا البلد مشيطن ومن المسؤول عن هذه الحالة المتردية؟ وأنا أود أن أذكر هؤلاء الشباب ليكن جميعا لتبقى ذاكرتنا واضحة غدا في الاستحقاقات الكبرى، عندما تأتي هذه الاستحقاقات تبقى ذاكرتهم متوقدة حول الشعارات التي رفعوها والشعارات التي يرفعها الأطفال والشباب والشابات الذين أعتبر أنهم في هذا اليوم يؤسسون حركة شعبية جديدة، حركة مجتمع أهلي مدني منزه عن العصبيات. وبالتالي أنت تعرف أن كل لبنان ممثل بهؤلاء الشباب والشابات، وبالتالي نحن كأبناء الحركة الشعبية ندعو إلى متابعة هذه المسيرة، سواء حلت مشكلة النفايات أم لم تحل، لأن النفايات السياسية هي أخطر من كل أنواع النفايات. وبالتالي يجب النضال الدؤوب من أجل إحقاق الحق ومن أجل إيصال البلد إلى بر الأمان، طالما هناك حركة شعبية، طالما هناك مجتمع مدني. وأهم ما يطمئن أن هذه الشعارات هي شعارات اجتماعية ونقابية وثقافية بالتحديد أيضا، ليست محزبة وليست مسيسة، ولم يدخل أحد بنية الاستغلال السياسي. المهم عصب لبنان موجود هنا، حمى الله لبنان من فساد السياسيين ومن ارتهانهم للخارج. شكرا جزيلا. أود التذكير رامية أن هذا الاعتصام المفتوح تغيب عنه النقابات والهيئات، هيئة التنسيق النقابية، هذه التحركات نشهدها ضمن مجهود وبتحركات خاصة للمجموعات الشبابية كما سبق وذكرنا، حملة طلعت ريحتكم وشباب عكار إلى عدد من الحركات والحملات الشعبية العفوية إذا صح التعبير. ما وعدنا بعد نحو الساعة للاطلاع. محمد فقط في استبيان نقطة، البرنامج المنوي في نقطة أود استبيانها منك، لأنه سمعنا أنه في عدد من المندسين هم من يحاولون إزاحة هذا السياج المعدني أو الأسلاك الشائكة الذي يفصل بين سرايا الحكومة وقوات الأمنية والمتظاهرين. ما حقيقة وحجم مثل هكذا وجود؟ هذا ما يتداول هنا المنظمون بالتحديد، يقولون أن بعض المندسين قد تسللوا بين صفوفهم لافتعال مشاكل مع القوى الأمنية. لن ترقى هذه حتى الساعة، لم ترقى هذه التحركات على حد قولهم إلى مستوى يمكن القول أنها تحرشات بقوى الأمن، أكثر من رشق بعبوات المياه الفارغة، ويرد عليها بعض العناصر الأمنية من حين إلى آخر بإطلاق القنابل الصوتية بالهواء، كما نرى عبوات ماء لا أكثر عبر السياجين الشائكين الذين يفصلان العناصر الأمنية المحتشدين عن العناصر الأمنية. تحولت فعليا عناوين التظاهرات والاعتصام المفتوح هذا من عنوان خاص بملف النفايات وفض عقوده مع الشركات والتقديم موعد فض العقود مع الشركات إلى سلسلة عناوين سياسية بالتحديد ومطلبية بالدرجة الثانية، بدءا من استقالة الحكومة إلى تمرير اعتصام آخر يوم الثلاثاء المقبل بالتزامن مع اجتماع الحكومة المقرر بحسب كلام رئيس الوزراء تمام سلام قبل ظهر هذا اليوم، وإلى عناوين أخرى مطلبية تمس المياه والكهرباء وحاجات المناطق والبلديات كما سبق وذكر بعض المنظمين هنا في رسالات سابقة. ما يمكنني قوله الآن هو أن هذا الاعتصام لا يزال يحظى بزخمه على نحو متواتر، لم تنتقص الأعداد كما يراهن البعض، لا تزال المجموعات تتتالى إلى ساحة رياض الصلح في وسط بيروت، الشعارات لا تزال مرفوعة كما نشاهد ما في عدسة الميادين، المتظاهرون لا يزالون بحماستهم التي انطلقوا بها صباح هذا اليوم وأمس أيضا. يمكن الحديث هنا عن
أكثر من وجهة نظر سياسية ووجهة نظر مطلبية، تجمعات شبابية من مختلف الطوائف والتحركات والتجمعات من أكثر من منطقة لبنانية تجمعت هنا من القاع وحكار إلى بيروت وبعض مناطق الجنوب. تفضلي رامي. محمد، إذا نحن قلت في انتظار أو تصلنا ساعة عن مجموعة من المقررات ستطلق بالنسبة للمنظمين بعد صحيح. التشاور والاجتماع، صحيح؟ صحيح. بكل الأحوال سنبقى. هذا ما وعدنا به المجتمعون في ناحية من الساحة، يجتمعون الآن بعض المنظمين والذين يديرون هذا النشاط المطلبي. طيب صحيح. بكل الأحوال سنبقى معك والصورة ستبقى على ساحة رياض الصلح، ومع الإشارة ونحن نرصد لهذه التجمعات التي تزداد وتيرتها بارتفاع لعدد المتظاهرين، نرى شريحة واسعة صحيح. من المشاركين صحيح. من الأطفال للشباب لكبار العمر، مع الإشارة أنه اليوم هو يوم عطلة، يوم الأحد في لبنان، وأخذ أعطى طابعا أيضا لمساحة أوسع للمشاركة تحديدا بالنسبة للفئة العمرية. سنتابع بطبيعة الحال مشاهدينا هذه التغطية المتواصلة والمفتوحة من قناة الميادين لنبض هذه التحركات الشعبية التي تجري في ساحة رياض الصلح في وسط بيروت، والتي ترفع العديد من المطالب على رأس إسقاط الحكومة وإسقاط مجلس النواب في لبنان. لذلك سنعود أيضا للتعامل الحكومي وتحديدا مع ما قاله رئيس الحكومة اللبنانية السيد تمام سلام، حيث قال أنه ليس هناك من حل سحري لأزمة النفايات في لبنان، داعيا للخروج بقرارات تخفف منها في جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل، محذرا من استحقاقات مالية مقبلة قد يؤدي عدم الوفاء بها إلى تصنيف لبنان كدولة مارقة. برجع بقول ليس حلا سحريا وليس حلا عجائبيا، ولكن حل يخفف العبء ويخفف التحدي على مستوى الاستحقاق اللي بيتعلق بالنفايات. تعرفوا أنتوا أنه نحن مقبلين الشهر المقبل بظل غياب القرارات على إيقاف قسم كبير من رواتب العاملين والموظفين في الدولة وفي القطاع العام. أعود مجددا لضيفنا هنا في الاستوديو السيد فرنجية، ما قاله رئيس الحكومة يبدو في جانب ما منطقيا، بمعنى أنه لا يوجد ذلك الحل السحري لا أساسا لملف أزمة النفايات أو غيرها، أليس كذلك؟ لا. لماذا؟ لأنه كان مفروض واجباته كرئيس حكومة ووزراء من سنة يوجدوا هذا الحل، مش هلأ يحشرنا في بيومين في محل سحري، لا هذا خطأ، وصاروا شهر ونص بيتخبطوا بإيجاد حل أو لا. السبب مش لأنه ما بيقدروا يوجدوا حل، لأنه أولا ما عنده الرؤية، ثاني لأنه ما بيسترجوا يمسوا بالمحاصصة المالية بيناته. هذا زعيم بده مشروع يقدمه تقبله كشركة بدل سوكلين، أو أن بدل سوكلين تعطيه نص أسهمها ومشارك فيها، مش بقى بدي علاوات. كل الأطراف المحاصصة فيها هيك كانوا يأخذوا علاوات من سوكلين، سوكلين تأخذ الأرباح الكبيرة. إجا اليوم هذا العطلة، إجا اليوم هناك من يقول قدم مشروع أنه أنا يا بدي نصف عند سوكلين يا أنا عندي مشروعي، وكذلك أطراف أخرى مشتركة. طب هذا المشهد لا يشكل هزة لكل الطبقة السياسية، وبالتالي شهدنا أصلا تقديم لفض عروض المناقصات ليوم غد، هذا ربما قد نشهد حالة ما في هذا الملف. هلأ هاي يعني مثل بيقولوا زر الرماد بالعيون، بيقولوا طفقنا، بلنا الشركات عم فضينا، نعطيكم خبر يومين ثلاثة من الشركة لرسالة هالالتزام. بس هذا شو بده يعمل؟ تجي الشركة عطيوها الالتزام، وين بدها ترمي نفايات؟ مش على الشركة أن توجد مكان، على الدولة أن توجد لها المكان، مش دفتر الشروط. مش بتجي شركة من برا يونانية أو رومانية أو إيطالية وين بدها توجده أو إماراتية، على الدولة اللبنانية. فهن عايزين عن ذلك، ما بده، لأنه تيرجع الموضوع لسكلين أو ليرجع الموضوع شركة سكلين بما تستطيع أو تعرفه. سكلين حط إيده على مؤسسات بلدية بيروت بما قيمته 700 مليون دولار. كل المؤسسات كانت لبلدية بيروت قبل ما جي سكلين، اللي كان فيها كل شيء من كرنتينو بالرايح، هيدي كلها للبلدية حطتها، لا بتدفع أجر عليها ولا بتدفع شيء أبدا.
يعني وضع اليد عليها وتستخدمها. في استعصاء في العديد من الملفات حقيقة، واليوم الإشارة بالنسبة للرئيس الحكومة بما لها علاقة بالاستحقاقات المالية التي لا يبدو أبدا أن لبنان قادر على تسديدها، التخوف من تحول لبنان إلى دولة مالكة. لماذا سمح رئيس الحكومة لوزرائه أن بشباط الماضي يسحبوا دفتر الشروط السابق؟ لماذا؟ وليش من 6 شهور 4 شهور ما أدرنوا دفتر شروط أخرى لتزيل هلأ المناقصات؟ لماذا؟ ليش ما كان كل شيء جاهز لحدود 15 تموز؟ التلزيمات وسواها، لماذا؟ هل تعتقد السؤال فعلا أنه لم يكونوا يتوقعوا أن نرى هذه ردة الفعل أو يدخل على المشهد في المعادلة السياسية العامل الشعبي؟ قبل 20 يوم لا أعدوا وضع شروط أخرى لدفتر الشروط، قبل 20 يوم كانت بلشت الأزمة. شو معناها؟ هني بالأول كان وضعه مختلف لأنه في منهم قبض وفي منهم بالسياسي، لأنه معروف سكلين وأزمة النفايات محصورة في إطار ما، في مجموعة ما، من صرنا من 15 سنة 17 سنة هو معروف وين بأي خانة سياسية. طيب سأخذ منك قراءة في التعامل بالنسبة للقوى السياسية اللبنانية، ولو بدأنا أيضا بما له علاقة بآخر التصريحات عندما يتحدث سيد سمير جعجع عن أنه البقاء في الشارع إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية وبالتالي تحصيل حاصل موضوع الحكومة. كيف تفهم هذا التصريح؟ وهل يمكن البناء على هذه التظاهرات لتحقيق غايات أو خلفيات سياسية أخرى بعيدا عنها حرفها؟ يعني هلا سمير جعجع بده يوظف هالشباب اللي لا علاقة لهم لا بسمير جعجع ولا بكل طائف ولا بكل مذهب ولا بأي طرف سياسي، بده يوظفهم ليوظفهم لانتخاب رئيس جمهورية؟ شو دخل هاي بهاي؟ بده يميع مطالبهم، بده يميعوا يردوها على القناة النظامية تبعهم انه خلينا لك نرجع شوف كيف ندخل رئيس جمهورية، ليضيع كل هذا المنطق. أنا ما فرق معي ما هي شعاراتهم فقط، لأنه لا جددت شعاراتهم إسقاط النظام أو سمو النفايات، الآن ثورة عم بيحكوا. طبعا مش ثورة، من المبكر نسميها ثورة، صحيح؟ لا أنا بالمعايير يعني المعروفة، صحيح صحيح، بس أنا عم أقول أنه بدأ يخطر أفكارهم هالعبارات. ليش؟ لأنه بيعرفوا في استعصاء هالنظام ما هيك بيسقط، وهالنظام رح يرجع يتكاتف ويتضامن ضدهم، ما يعطيهم شيء، لأنه في استعصاء. أي واحد بيقول بالنظام فينا اللي فينا عم إصلاح، هذا نصف قرن ما قدروا عملوا شيء. فرد واحد عمل شوية مؤسسات هو فوق إتشار، وغير هيك مسكر نظام، ما في شيء، مسكر هذا النظام الوحيد في العالم. هل مقبول أن نسمع اليوم دعوات من رؤساء القوى والأطراف السياسية والحزبية أو يعني دعوات لتوجيه المتظاهرين؟ مقبولة هذه الصيغة أو مفهومة؟ طبعا مش مقبولة، عم يستخدمهم هل ضده يستخدمهم بوظائف سياسية بانتخاب رئيس أو لا؟ سمعتي الكلام من رئيس الحكومة شو معناتها؟ بده يستخدم هول إنه للضغط على أطراف أخرى، يعني الأطراف بالنظام، إنه خلينا نفتح مجلس النواب. لكن عالي المستوى الكلام بالنسبة لرئيس الحكومة إذا انتقلنا إليه. أول شيء وصف الموضوع أنه هو أزمة نفايات سياسية، وقال إن لن تكون هذه الجلسة جلسة مجلس الوزراء القادمة يعني فاعلة ومنتجة، فلا حاجة لمجلس الوزراء. ما له حق يقول هالكلام، قصور. شو شغلته رئيس حكومة؟ شو شغلته؟ من شهر ونص نحن وهو بيقول نفس الكلام. شو شغلتهم؟ شو شغلتهم كلهم؟ بس يقبضوا مصاري ويلعبوا بالعقود البيع والشراء والسرقة والنهب؟ ما بدلش بهالكلام. هل اطلب منك فعلا ان تقول للمشاهدين ما هو دور وعمل رئيس الحكومه، وخصوصا في مثل هكذا ازمات، يعني بالفهم للسياسه للدستور اللبناني، ما هو يعني ما هي مهام رئيس الحكومه، وتحديدا في حالات انجاز لنا ان نسميها استثنائيه وظرف حساس كما وصفه اساسا رئيس الحكومه، ما هو دوره؟ ما المطلوب منه؟ لماذا نرى يعني نلومه على عدم التحرك؟ لا دوره اولا بده يدير البلاد، وخاصة أنه أخذ جزء من صلاحية رئيس جمهورية. صلاحية رئيس جمهورية الغائب منقولة على مجلس الوزراء واحدا واحدا، كل وزير عنده شيء من صلاحية الرئيس الجمهورية. طب يعني ومجلس النواب معطل، فمعناتها صار أفقه مفتوح سياسيا أكبر ليقدر يعني يعالج، بس ما في رؤية للمعالجة وما بدهم، لأنه لو كون غير سكلين
كنت طيب. علاج. سأقاطعك هنا سيد فرنجية، ومجددا أريد أن أفهم ما هي المهام المنوطة برئيس الحكومة بمثل هكذا حالات، ويقول أصلا لبنان في مرحلة حساسة. سأخذ منك هذه الإجابة ولكن بعد فاصل قصير لو سمحت لي. إذا مشاهدينا متواصلون معكم بمتابعة ومواكبة هذه التحركات الشعبية في وسط بيروت، على أن نعود للتغطية بعد فاصل قصير، ابقوا معنا رجاء. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، إذا متواصلون معكم عبر الميادين في هذه التغطية الحية والمباشرة لحركة الاحتجاج التي تتسع في ساحة الصلح بوسط بيروت. منذ الأمس وحتى اليوم شاهدنا حركة تفاعلية مرت بالعديد من المراحل، أولها التصادم الذي جرى مع قوات الأمن بعد أن قامت هذه القوات بفض هذه التظاهرة، ما نقلناه بالأمس عبر شاشة الميادين والوكالات الإعلامية الأخرى أنها كانت تظاهرة كما الأيام السابقة التي دعت إليها حركة طلعت ريحتكم أو حملة طلعت ريحتكم، كانت ترفع الشعارات، لم يكن هناك أي ما يدعو كما قيل ونقل للتعامل معها بهذه الطريقة، فضت بطريقة قمعية كما قيل وشاهدنا، وأدى إلى جرح عدد من المتظاهرين. هذا دفع إلى التفاعل ولا تغيير مشهد وشكل التظاهرات، وأيضا الشعارات التي رفعت من مطالب خدمية إلى مطالب ارتقت إلى تغيير النظام السياسي في لبنان بعيدا عن المحاصصة الحزبية السياسية وأيضا الطائفية، مطالبة بإسقاط الحكومة وأيضا لمجلس النواب الممدد له. واليوم وصلت لاستمرار التظاهرات في محاولة تنظيمية، وسمعنا بعض المطالب بتحركات مجدولة بالنسبة للهيئة التنظيمية لهذه التظاهرات. أعلنت عن بدء هذه الحركة أو التظاهرات منذ الساعة السادسة مساء، وقد عدنا أيضا لمتابعة هذه التغطية في الميادين. الحركة والصورة تبرز ازدياد بوتيرة عالية للتجمع الاحتجاج في وسط بيروت، ونقلنا العديد من الهتافات التي رددت، ونحن بانتظار أن تفرغ الهيئة التنظيمية من اجتماعها، وبالتالي بانتظار أن نسمع لربما مقررات أو مطالب أو شكل معين لهذه الحركة الشعبية. المهم الإشارة أنها في لبنان، وهذه أيضا تعتبر من السوابق، أنها ليست بدعوة من طرف سياسي أو حزبي، ولا تتم الآن تحت غطاء سياسي أو يتم تبنيها من أي طرف سياسي. هي حركة شعبية بامتياز يجمعها العلم اللبناني ومطالب لبنانية، ونرى شريحة واسعة من المشاركين في هذه التظاهرة. كنا مع ضيفنا هنا في الاستوديو ونجدد الترحيب به الأستاذ سيد فرنجية الكاتب والمحلل السياسي. كنا نقف عند مجموعة وجملة من المواقف التي تم إطلاقها من القوى والأحزاب السياسية اللبنانية، ووقفنا مليا عند ما قاله رئيس الحكومة اللبنانية تمام إسلام بما قاله في مؤتمره الصحفي اليوم، وقد هدد بالاستقالة إن لم نرى حركة فعلية واجتماع منتج وفاعل في للحكومة اللبنانية الخميس المقبل. كنت سألت وأعود إليك بعد الترحيب سيد فرنجية، ما هي المهام المنوطة برئيس الحكومة في هكذا ظرف؟ ما الذي عليه أن يفعل؟ طالما يقر الرجل يقول هناك عرقلة من الأطراف السياسية لا تساعدني على إنجاز ما هو مطلوب، أقل بالنسبة لما يدفع من شعارات خدمية في أقل تقدير. أولا على رئيس الحكومة والوزراء المعنيين بقضية ما قبل استحقاقها أن يشكل هيئة أو لجنة وزارية يسميها طوارئ أو غير طوارئ، وبيحط طبيعة الأزمة وبيحط لها معايير وبيحط لها صلاحيات، وبيقول بدي منكم تقدموا لي بغضون أسبوع أو اثنين كيفية المعالجة. بيقدموا له، بيضل عنده وقت ليناقش مجلس الوزراء وبيطلع بقرار واحد اثنين ثلاثة فيها، بيحلها غلط بيحلها صح ما اختلفنا، بس هيدي البروسيدور الأسلوب المعالجي. بس هذا ما حصل. ما حصل ليه؟ لأنه وكأنه هناك تواطؤ في الحكومة لتنزل النفايات بالشارع والزبالة وتعيط الناس ليرجع يقولوا ما في مجال ولا في حدا، وسا دفتر شروط ما انتهى لنشوف أي شركات بدها تيجي ترسل عليها، فإذا ردوا سكلين. طيب دعنا اللي كانت دافعة لعدد كبير من الوزراء أموالا
مشان هالقضية. طيب دعنا مجددا نعود إلى ساحة الصلح في وسط بيروت لهذه التحركات الشعبية التي ننقلها بالصوت والصورة، وزميلنا محمد جرادي مجددا ينضم إلينا. محمد، دعنا في نبض ما يجري من تحركات في هذه التظاهرة، الشعارات الأبرز التي تردد، ولو نسمع أيضا بعض الأصوات أيضا المشاركة. صحيح رامية، كما سبق وتفضلت فنبض التظاهرات لا يزال بزخم حتى مع حلول المغرب، وبالتالي يعم الظلام بعد أقل من نصف ساعة، وهو ما يراهن عليها البعض لإحداث أعمال شغب. ربما هنا الأوساط تتكلم عن إعادة لسيناريو الأمس، لا ندري حتى الساعة. قوى الأمن لا تزال متأهبة وعلى جاهزيتها لحماية مقر مجلس الوزراء. الشعارات كما تسمعون لا تزال تتردد، العناوين السياسية أكثر منها المطلبية. هذا ما رصدناه فترة بعد الظهر هذا اليوم. كأعيد وأذكر أن المتظاهرين الذين يناهز عددهم 3000 تقريبا هنا في ساحة رياض الصلح، تغيب عنهم الوجوه البارزة سياسيا ونقابيا، لحيث لا وجود للنواب والوزراء والشخصيات السياسية والأحزاب والنقابات على اختلاف مشاربها. معي هنا إحدى المتظاهرات التي نزلت مع عائلتها للمشاركة والمطالبة بسلسلة عناوين. أنت اليوم نازلة على مع عائلتك على الشارع لتتظاهري، اللي مش قادرة تحققي اليوم، شو ناوية تعملي منه لجيل القادم؟ يعني نحن بدنا إياهم يفلوا من هون، ما بقى بدنا إياهم بصراحة، لأنه زهقونا، ما في شيء مأمل للأولاد، ما في شيء مأمل لأنه لحياة. أنت من شو بتعاني بشكل عام؟ لا كهرباء عنا، لا مي مثل العالم والخلق، زبالة تحت البيت، الأولاد عم تمرض كل يوم والتاني، كل يوم مندخلهم مستشفى، مناخدهم، يعني شيء بزهق. يعني نحن الصومال اللي ما فيها كهرباء فيها كهرباء. بس على ما يبدو أنه التظاهرات لا تزال عفوية، غير منظمة بشكل مركزي. هو التظاهر عفوي يا خي، هو كله عفوي، نابع من قلب الشعب كليته، ما في شيء منظم، ما في شيء مسيس، كل واحد نزل يعبر عن رأيه بس، لا أكثر ولا أقل. اللي ما قدرت أعمله أنا أو بي عمل لي، أنا بعمله لأولادي بس، أنا نزل بس كرامتون، غير لجيلي، لأولادي أنا، لازم كل واحد، كل أب عنده طفل ينزل كرمال طفله، كرماله هو خلص، بي يمكن ما قدر عمل شيء بالماضي، بس نحن لازم نعمل شيء لجيل المستقبل، نحن لازم ننزل كلتنا كرمال أولادنا، من نادي كل الأخوان، كل الأخوات، كل اللي قاعدين ببيوتهم، ينزل كرماله، مش كرمالي أنا، أنا نزلت، أنا اللي علي اتجاه بلدي وأرضي عملته، ينزل هو كرمال أولاده بس، لا أكثر ولا أقل، وبنوجه لهم تحية كل السياسيين اللي عنا، بنتشكرهم بس يفلوا، نحن ما منطالبهم بشيء، تحسين ما قدروا يحسنوا، كل الفترة الماضية ما قدروا يحسنوا، منطالبهم يفلوا، منطالبهم بتهذيب حتى، يفلوا كمان هن بطريقة مرتبة، تليق بمقامهم هن، نحن ما منهين حدا، ولا نزيل نجرح بحدا، ولا قلنا شيء عند حدا، نحن بدنا حقوقنا كمواطنين لا أقل ولا أقل، ولأجيالنا بس لأولادنا، شكرا لك. شكرا. يتم الحديث عن بعض الاختراقات بين صفوف المعتصمين، الحديث عن نوع من الشباب اللي سموا بالمدسوسين، انت اليوم عم تتظاهر معهم، انت يمكن منك من صفوف اليساريين. في هذه الأثناء رامية يتم إزاحة الستار الأمني الثاني، أسلاك الشائكة الثانية التي تفصل المتظاهرين عن عناصر قوى الأمن. بعض المنظمين يعملون على تهدئة الأمر من جديد. أقول لك أن هناك تباين ما بين المتظاهرين، ثم من يعتبر أن هناك مدسوسين، وثم من يعتبر أن هناك موتورين يأخذون التظاهر إلى منحى لم يكن يراد له ذلك. كما نستطيع أن نرى في الكاميرا، هناك بعض الورود البيضاء التي تم توزيعها سابقا على عناصر قوى الأمن كبادرة حسن نية، إلا أن التفاوت والتباين في المواقف هنا ما بين المتظاهرين، وهذا طبيعي بسبب اللامركزية التي تبدو على ما يبدو حتى الساعة هو ما يعاني هذا التحرك. هنا تعلو الأصوات المطالبة بإسقاط النظام. Yeah.
إذن رامية، كما نشاهد بعين الكاميرا هذه الموجات من التحركات تعلو وتنخفض وتيرتها تباعا حسب كل تجمع هنا تضرب العشوائية بعض مفاصل هذا التحرك. هناك من يسعى إلى تهدئة الوضع، وهناك من يعمل على إشعاله باعتبار أنه هو رد على ما قامت به بعض عناصر الأمن بالأمس. إذا ما زلت معي رامي، نعم، إذا كنت لازلت على السمع، نعم، يمكننا سماع هنا الصور. الهتافات، صحيح، نعم، كنا نفسح المجال قليلا محمد لنسمع الهتافات، صحيح، وخصوصا معي تلك التي تحمل طابعا سياسيا. تفضل محمد. معي هنا أحد الشباب الذين لا يعلنون بل لا ينتمون إلى التيارات اليسارية التي نزلت بغالبيتها إلى هذه المظاهرة، والتي هنا حصل التباين بالشكل ما بين المتظاهرين. سمت من يقول أن هناك تباين في وجهات وآراء في هذه المظاهرة، وأن هناك تفاوت في الأداء على الأرض. ولا تباين ولا شيء. نحن جايين لننبسط. كل هالشعب عم تكب على الدولة ماي. الكبير فيهم انهم ببيته، والدولة عم تخبط بالعالم. خربوا الدنيا، لموا العالم، جابوا خربوا الضاحية كلها، ما خلوا ولا حدا بلبنان، ما خلوا ولا طائفية. عموما هذه التظاهرات تشير وتعني مجتمع الأطياف، المجتمع اللبناني وأطيافه. عم أنت اليوم نازل تتظاهر، شو جاي تحاول تقدم لجيل لاحق أنت ما قدرت تحصله من دولتك؟ عراسي، أنا اسمي هيثم حسن سلمان، وبشكر قناة الميادين مثل قناة المنار، بقية التلفزيونات، قناة مقاومة. كلنا منحب المقاومة، كلنا منحب سماحة السيد. موضوع مطلبي اليوم. مطلبي أنا مثل حكايتي، أنا ابن 52 سنة مثلا، شغل ما عم بشتغل، مريض، ما قادر أعالج حالي، معي سكري، طبقة سياسية. أنا تطلب من هذه الطبقة السياسية. ما بآمن فيها، ما بقى لي ثقة فيها، الحمد لله بحياتي ما انتخبت. أنا بطلب من الوزير إنه هذا المشنوع يلي قال إنه إجا على وزارة الداخلية وعطى ثقة للشعب إنه حيحارب الفساد، وين أي فساد؟ معلي شعبة المعلومات ما شاطرين إلا بس. عموما هذه مطالب تكثرت في اللحظات الأخيرة، تشتتت، بات كل مطلب كل شخص ينابع من همومه الداخلية والمحيشية والمطلبية الحياتية. نعم. العناوين بتنا على مقربة، نعم، من موعدنا مع المنظمين للخروج بالمستجدات بأجدد المستجدات. ونحن بانتظار بالفعل هذه يعني المستجدات، خصوصا لما له علاقة بالإعلان عن تحركات التي ستأتي لاحقا. أنا بتوقع من الجماعة كيف بيقولوا عنهم، صحيح، وبلا كرامة وبلا أخلاق وبلا قيم. طيب ما زال العالم كله هاي، أنا بس بلوم الأجانب الموجودين هون اللي بيدعوا بالديمقراطية، السفارة الفرنسية، السفارة البريطانية، الأمريكان، إنهم كلابهم كلابهم والله كلابهم. أشكرك. عموما سنعود إليك محمد ونقدر بطبيعة الحال الظرف الذي تعمل به، وأيضا هذه الحماسة والحرقة حقيقة بالنسبة للمتظاهرين. باتت الحماسة هي سيدة الموقف في هذه اللحظات، بعيدا عن مطالب المنظمين وحملة طلعت ريحتكم والمشاركين أيضا. وسنعود إليك لاحقا محمد لمتابعة والمواكبة والتزود منكم بكل المعلومات والجديد. ابقى معنا بكل الأحوال محمد، سنعود إليك. وعود لضيفنا هنا في الاستوديو، أخذ منك تعليقا سريعا على ما سمعناه من بعض الحناجر وبعض الأصوات التي تحدثت والصيغة وطريقة الطرح التي سمعناها من المشاركين. يعني طريقة الطرح يعني وضع آخر، بس أنه بصيغتها بيّن أن هذه الناس عندها معاناة وعندها احتقان اجتماعي، في شيء من اسمه الخدمات
اللي خلى يعني ما في شيء الخدمات وصلت له. سمت المرأة انه لا في كهرباء ولا في مي ولا في الا ما في الا زباله حد البيت. هلا غير انه بعدين اذا نوصل على المستشفيات نوصل على امكانيه العمل وفرص العمل. بس ولكن هذا ببين انه هيدي تراكمت، مش لانه هلا طلع في زباله بالشارع، تراكم اشهر وسنوات عمل خلى هالناس تنتفض وتنزل على الشارع. انت سميتيها وفعلا هي حركه شعبيه عم تعبر عن موقف. اهميه الحركه عنصرين، ما في زعيم سياسي وراها منزلها ولا في طائفي منزلتها، لكنها تحتاج الى رئيس يحرك. لا هي قياده اخرى لها، بس انا عم بقول ما في زعيم طائفي زعيم ركب من اركان النظام ولا في اركان طائفي منزلتها لاسباب طائفيه او مذهبيه بوجهه الاخرين. هذا اللي بيخلي بيقول انه هذا الحراك حراك عابر الطوائف. يعني اذا ما اعطى نتيجه الان اذا كان اقر الزباله وما اقرها النفايات او لا، بس هذا عطى الإشارة الفعلية الحقيقية الضوء الأخضر وليس الضوء الأصفر، الضوء الأخضر لإمكانية تحرك الشارع اللبناني بمواجهة هذا النظام الطائفي. وأنا بعرف كلنا بنعرف أنه إذا قلنا هلأ بيسقط النظام مش عبكة ساقط، بس ولكن الاهتراء حصل، الانهيار بدأ والخلل فيه كبير. هي أزمة وطنية كبيرة ما بتنحل لا بي إذا وافق مجلس الوزراء اجتمع ولا ما اجتمع، كان مجتمع أو لا. المطلوب أيضا إذا بدك يعلو قانون انتخاب جديد إذا على طريقتهم، ومن ثم يتفضلوا ينتخبوا. طيب. خلي الشعب بيقول رأيه. طيب، وكوننا نتحدث عن النظام السياسي في لبنان وقائم على محاصصة طائفية وحزبية، ونتحدث عن أحزاب تتصدر المشهد منذ مدة طويلة في لبنان، تختلف في يعني تمثيلها الحكومي بين يعني الحكم والمعارضة. سمعنا الكثير من المواقف، دائرة واسعة من المواقف، استعرضها وإياك نقف عندها. وإذا بدأنا مع ما سمعناه من تصريحات برئيس السابق رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، أكد دعمه والتفافه حول وتأييده لرئيس الحكومة تمام سلام، ودعا أيضا لتفعيل عمل الحكومة وقال لن نسمح بإسقاط الحكومة. فريق 14 آذار دعا الحكومة الاجتماع فورا ورفض الانقلاب على آخر معلم للشرعية. هذه التصريحات إذا أردنا أن نضعها في سياق بعينه، في أي سياق يمكن وضعها؟ هل هناك تخوف حقيقة؟ لو من الخايفين ما بيحكوا الكلام. شو بيقول آخر شيء المستقبل 14 أدار؟ لن نسمح بالانقلاب. هالمرة لا انقلاب، عم بيعملوا عون ولا عم بيعملوا بهبر ولا عم بيعملوا حزب الله ولا عم بيعملوا طرف آخر. هذا كله متفقين الآن خايفين من الشعب. فكر هيك كيف يمكن أن يتم منع إذا كان انقلاب توصيف تحرك شعبي بانقلاب؟ أكيد يحملونه وغير ذلك. شو هي؟ مين؟ يتفضلوا راح قدامك اللي عم بيصرحوا. لسه ما في واحد قال أنا أنتمي لحزب معين. في هذا ردود فعل شعبية فعلية تحمل معاناة كبيرة. فانتفضت وقام، لا حدا قال انزلي ولا شيء. هالمعاناة واللي شيء عم تشوفه خليها تنزل على الشارع. نرعبوا لأنه بيعرفوا أنه وصلوا لوقت أنه خلافات رب بعضهم والمشاكل بعضهم وعايزون عن حل أي مشكلة. وطبعا بما يعني هلأ ليش عم تكبر الأزمات؟ لأنه المتكلين دائما على الخارج ما اللي بحاله، مش ما اللي فيهم تيعطيهم إرشادات وأوامر. طيب كيف يمكن ترجمة لن نسمح ب يعني انقلاب على اسقاط او لن نسمح باسقاط الحكومة والانقلاب على اخر معلم للشرعية؟ كيف يمكن ان يكون ذلك في الآلية اذا نحن نتحدث عن نبض شارع او التحرك في الشارع؟ ما الذي يمكن ان نراه؟ لا هو طيب بيقول انقلاب يعني مش معناته انه بده الحكومة تسقط، بده يردع هؤلاء، بده يردعهم، خايف منهم. هو بيعرف انه ما بيعملوا انقلاب، هو مش قادرين يعملوا انقلاب، لا يعملوا انقلاب، لا عندهم دبابات لتعمل انقلاب، ولا عندهم أصوات مجلس النواب، ولا قوة في النظام، يعني تكتل ما إن كان بثمانية إن كان بأربعتاعش أو حدها لا يقدر يعمل انقلاب. هو بيعمل انقلابات على الإشارة لأن المتظاهرين يعني لم يستثنوا أي فصيل أو تحالف قوى سياسية في لبنان، يحملون الجميع المسؤولية لما وصلت إليها البلاد، ويعني وبالتالي يطالبون بتغيير الطبقة السياسية كلها طبعاً. بقسميها. لكن أنا فقط كنت أريد أن يعني أن أفهم هذا الخطاب موجه للناس، يعني عندما نقول نسمح بإسقاط الحكومة هذا خطاب يعني موجه للناس، موجه للمعترضين، يعني كل الأطراف عفوا كل الأطراف
السلطة الآن أو الطبقة السياسية متحدة بينت. سامي الجعجع ما عنده حدا بالحكومة، مصلحته أنه تسقط الحكومة ليعيد تمثيل نفسه. قالوا لا أنا ضد إسقاط الحكومة، وطبعا بتوظف الناس اللي بالشارع ضلوا بالشارع حتى مش قدروا تخبر رئيس الجمهورية. هذا لذلك أسأل عن قنوات التواصل مع الناس، التعامل والتقييم لهذا المشهد. إذا سمعنا يعني السيد سمير جعجع يقول أنه ابقوا بالشارع الحين انتخاب رئيس الجمهورية وبالتالي الحكومة تحصيل حاصل، هذا التواصل مع الناس لا أدري إلى حد مقبول أن يكون ذلك أو يعتبر قيادة. يروح يتواصل مع قواته مع جماعته، هذا استخدام الناس هؤلاء اللي ضده ضد الحكومة وضد 14 أدار وضد 8 أدار وضد سعد الحريري، هو ضد كلهم. لا لأننا نرى الجميع أصلا منهم. يعني أيدوا هذه التحركات وكأنهم تنصلوا حتى من المسؤولية. اسمع، الجميع أيدوا التحركات ولا واحد، ولكن ولا على واحد أن تكون منطقية بمعنى يعني هل لا تترك البلد المجهول؟ يعني أسكى من هيك، خطوا التمييع، خطوا التمييع أنه أي مطاليك محق بسرعوا بيكن علينا. شو رأوا بيكن علينا؟ ما فيني بين الناس، وهذا مش 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 ابن الساعة انتفاضته، هذا تراكم معاناة طويلة سنوات مش أشهر. هل تعتقد عندما نسمع مجموعة من التصريحات وإن كانت متواصلة أو داعمة أو طالبة من هذه التحركات أنها تدفع أو تنأى بنفسها عن المسؤولية بأنه هذه المطالب لا تشملها؟ إيه طبعا، لو بتشملها كنت عالجتها. لا، هناك قناعة أنه لا تشملها شيء، وأن أو النأي بالنفس أو الالتفاف على المطالب أنه نحن لسنا المعنيين بما يرفع أو مطلوب المحاسبة. مين معني؟ هذا الشعب عم بيقول في لا بده مطالب، هالمطالب عند الطبقة السياسية هي المعنية بتنفيذها وتحقيقها، هن المعنيين، هذا ما عم بيطالبوا الفراغ. طيب، من ضمن أيضا ما سمعناه من تصريحات لوزير الصناعة، قال كلنا سيد معالي الوزير حسين الحاج حسن كلنا مسؤول عن فشل الدولة لأنها فشلت في إدارة الأزمات كلها. هل هذا موقف متقدم؟ في دولي؟ ولكن في دولي؟ ما الذي يغيب آلية التعامل مع ذلك؟ يعني هذا كان منصب حكومي في الوزارة يعترف بذلك، ما الذي يمنع أن نرى آلية لتغيير؟ الآلية تغيير عنده بالقرارات ولا الآلية تغيير الشعب؟ هو في مكان القرار يفترض. هي ما هو ولو كان على موقف أضعف، بس ولكن في موقف القرار كان مفروض عليه جوا يعترض أكثر على كل الطبقات الحاصلة، على كل المحاصصة الحاصلة جوا. هلا أوكي بده يعني يحكي كلام سياسي، هذا كلام سياسي يعني شوي مميل للجمهور، بس ولكن عليهم المعالجة جوا. وأنا هلا ما يعني ما يفوتوا إنه تعطل وما تعطل، هيدي معالجة ما ولا مرة سبقوا أحداث ما أو أزمة ما لمعالجتها، ما بيعملوها هاي. طيب، لأنه لا في رؤية عندهم ولا في عقل، كل واحد بيتركها للآخر أنه خلينا. ليش؟ لأنه وراء كل قضية في مصالح خاصة وشخصية. طيب، دعني فقط لو سمحت أن يعني توسع أيضا ونسمع يعني في التحليل في موقف أيضا نأخذ من معالي الوزير رشيد درباس وهو وزير الشؤون الاجتماعية في الحكومة اللبنانية، معنا عبر الهاتف من طرابلس. معالي الوزير أهلا بك، بأي عين وكيف تقيمون وترصدون هذه التحركات وفي أي إطار تضعونها؟ يعني التحركات اللي بدأت قبل هلأ هي تحركات محقة ومشروعة، واليوم رئيس الحكومة أعطاها كل مشروعيتها وأبدأ استعداده للتفاوض والحوار مع أي حدا من الشباب اللي تحت. الجواب أجانا فورا أنه نرفض الحوار معك ويجب أن تستقيل. رئيس الحكومة ما بده كثير يشجع على الاستقالة، اليوم قال كلام لا يحتمل التأويل ولا الالتباس. قال انه انا اذا كان يوم الجلسه ما قدرت انتج خصوصا الامور التي لا تحتمل التاجيل فانا لن اكون حارسا على الجمود. مثل رئيس الحكومه مثل مثل واحد بيربطوا له ايديه وبيقول له شرف اعطيني، بيقول له طيب فك لي ايدي لبد ايدي على جيبتي واعطيه. نحن كيف بدنا نتصرف حيال النفايات ولا حيال الكهرباء ولا حيال الرواتب اذا مجلس الوزراء اللي هو السلطه ما بيقدر يطلع ولا قرار؟ لنا ثلاث أشهر ما بنطلع ولا قرار. طيب أنتم في هذا المجلس ما الذي يمنع ويعرقل ذلك؟ يعرقل ذلك أنه في قوى سياسية ذات وزن شعبي وسياسي عم تقول أنه أنا ما بدي مشي شيء
ونحن بصراحة أننا حكومة مش ما بدنا فينا نلعب فيها لعبة الأكثرية والأقلية. نحن حكومة توافق بتوازن دقيق. لما هذا التوازن بيختل كيف بدنا نعمل؟ يعني احنا ما بنعرف يعني انه يدول الناس اذا قالوا لا بيقدروا يأثروا بالشارع ويأثروا لذلك حنوصل لمستوى نقول واحد اثنين ثلاثة للناس ويعرفوا ومشان نرفع المسؤولية الأخلاقية والتاريخية عنا والسياسية. وفي اللي عطل يعرف مسؤوليته انه هو عطل، واذا بيقدروا يعيدوا انتاج السلطة بعد ما عم يطالبوا بإسقاط الحكومة وإسقاط مجلس النواب بعد ما أشلوا رئاسة الجمهورية يعيدوا إنتاج السلطة. طيب معالي الوزير، وعندما تتحدث عن قوى فاعلة وازنة في الحكومة تعرقل بهذا الشكل وهذا ما سمعناه صراحة من رئيس الحكومة، ألا يدفع أو يعزز مطلب المتظاهرين بعدم التحاور وأن هذه الحكومة يجب أن تسقط؟ ما فائدته؟ أول شيء العلة مش معهم أنه هن رفضوا التحاور، العلة بمجلس الوزراء بالقوى السياسية التي يتكون منها مجلس الوزراء. إذا كان الإخوان بالمجلس الوزراء سهلوا الأمور حول خمسة بنود لا تحتمل التأجيل ولا النقاش. أولا رواتب الموظفين في القطاع العام وفي الدولة، ثانيا الهبات وقدرها 3/4 مليار دولار، ما بدها غير كلمة نعم مجلس الوزراء لتدخل على خزائن الدولة. ثالثا القروض يلي هي بحوالي أكثر من مليار دولار بشروط ميسرة جدا بدها إحالة على المجلس النيابي. رابعا شو الإجراءات اللازمة من أجل إيجاد حل لمسألة النفايات بعد فتح المناقصات. وخامسا أنه في عنا دعوة مقامة لدى هيئة تحكيمية دولية على الدولة اللبنانية من قبل شركة طيران اسمها إمبريال جيت بمئات الملايين من الدولارات، ما فينا نعين لها محامي. هذول خمس بنود رئيس الحكومة مصمم على إنجاز، وبعدين ياخذ وقتنا بالجدل وبالنقاش مثل ما بده. طب معالي الوزير، هالنقوش ما راح هالأمور ما حنمشي بشي واحد. معالي الوزير، إذا أنت وكأنك تشير إلى إعطاء فرصة لهذه الجلسة وبالتالي أنت مع إسقاط الحكومة إذا لم تمتثل وأنجزت هذه النقاط الخمسة؟ مش أنا مع إسقاط الحكومة، أنا مع أن تعلن الحكومة أنها عاجزة وفاشلة ويرفع كل المسؤولية عن نفسه وتوضع المسؤوليات على من عطل. هل أنت مع التأجيل حتى يوم الخميس؟ هل صائب التأجيل طالما الشارع ملتهب ومتحرك بهذا الشكل؟ لماذا لم تعقد قبل الخميس؟ الحقيقة هو رئيس الحكومة دعا لجلسة يوم السبت. ايه؟ يوم السبت حصل الحراك، لأنه أنا اعتبرت أن هذا الحراك هو يرد على الدعوة، لأنه بعد شوي تحولت القصة من موضوع مطلبي إلى موضوع سياسي بخص فئات سياسية معينة، بدليل أنه في فئات سياسية عديدة أعلنت رفضها لهذا النهج. إذا ما بعيد الشعب اللبناني كله، هذا صار فريق سياسي دخل إلى هذه الحضرة حضرة التظاهر وأعلن شعاراته. هو زيت هذا الفريق يلي هو معطلنا عن الشغل، منفوت نحن على مجلس وزراء. نريد إيضاح منك معالي الوزير، ويجب إذا سارت فتحنا باب للنقاش والحوار، لأنه ما في حل بدون حوار. عذرا معالي الوزير، لأنه الناس في الشارع وحتى يعني احتراما لهم، نريد إيضاح منكم ما المعني بأنه فجأة تحولت وأن هناك طرف سياسي يتبنى ذلك وأن المطالب بإسقاط الحكومة كأنها مطالب من طرف سياسي؟ نعم نعم نعم، وضح لنا أكثر لأنه الناس بالشارع أكثر. أي فريق سياسي ما عدا التيار الوطني معترض على التمديد لمجلس النواب شيء، بس فريق التيار الوطني عم يقول هذا مجلس غير شرعي. لما بيرفع شعار انه لابد من انتخابات جديده، هذا التبني لمين؟ تبني لذلك الشعار الذي لا تتبناه كل القوى السياسيه بدون استثناء، من حزب الله لحركه امل. طيب عذرا للمقاطعه معالي الوزير، وانت ماشي. عذرا للمقاطعه معالي الوزير، اريد ان تبقى معي ولاني ساسالك تقييما على التعامل. الان بدا استخدام خراطيم المياه على المتظاهرين بشكل مباشر، فتحت خراطيم المياه على المتظاهرين الذين كانوا يقفوا مباشره الى جانب قوات الامن
بشكل متلاصق مع الحاجز السياجي المعدني. فقدنا بطبيعة الحال بسبب الهرج والمرج الذي حدث وحالة التدافع فقدنا الصورة بشكل مباشر. هي الصورة الكاميرا عين الكاميرا على الأرض، لا ندري تماما ما الذي حدث، ما الذي دفع لنرى هذا التعامل لفض أو لإبعاد لربما المتظاهرين عن المكان القريب من قوات الأمن. إذا فتحت قوات الأمن خراطيم المياه مباشرة على المتظاهرين. تفضل معاليك. لأنه صار له مدة المتظاهرين عم ينادي الدرك بالميكروفونات مكبرات الصوت عم يقولوا رجاء انزلوا إلى المظاهرة وأخرجوا منها المندسين. ربما الآن بعض المندسين اللي اعترفوا هن بوجودهم عملوا الشيء أدى إلى هذا الفعل. طب لحفظ براعة ونزاهة وربما جمالية هذه التظاهرة السلمية، كيف يمكن بالفعل أن نقول أنه أو استطاعت قوات الأمن أن تفرز مندسين وتقول تطلب من الموجودين أن يخرجوهم ولا تسميهم أو تعرف منهم؟ لا لا فهمتيني غلط، مش قوات الأمن عم تطلب إخراج المندسين، المتظاهرين عملوا من قوات الأمن إخراج المندسين. أنت تقول أنه هذا فعل لإخراج المندسين؟ مش هيك المتظاهرين، أنت سمعتي نداءاتهم ولا لا؟ عم يعني حد هلا شان عم ينادوا نطالب من قوى الأمن مساعدتنا لإخراج المندسين من المظاهرة. هذا الكلام بناء على طلبهم، وبالتالي أنا أقول المتظاهر لازم يسيطر على المظاهرة ويعرف كيف يخرج من المندسين. ما بتقدر قوى الأمن الداخلي تفوت، لأنه إذا فاتت لجوا مشان تطلع المندسين النتيجة المباشرة راح تكون راح تكون انه حيشتبه في اشتباك ونحن ما فينا على الموضوع. ما حدث انه فتحت المياه عشوائيا على الجميع معالي الوزير، دعني اسالك تقييما في التعامل الامني، كيف تقيمون او رايتم التعاطي الامني بين الامس واليوم، خصوصا انه معالي وزير الداخليه طلب بتحقيق، يعني ايضا هناك نوع من المساءله القانونيه لقوات الامن. انا متاكد انه قوى الامن لم تطلق نارا وانها ربما اطلقت رصاصا مطاطيا صح، ولم تكن هناك أي إصابة بالعيارات النارية على الإطلاق. موضوع الخراطيم المياه هذه وسيلة تستعمل في كل دول العالم، خاصة إذا كانت المقرات الحكومية معرضة أو إذا كانت المقرات الرسمية معرضة. هناك حينما تكون هناك مناطق أمنية فإن الجهات الأمنية هي التي تدري مدى أهميتها وهي التي مخولة يعني مخولة بمنع الدخول إليها. فأن يقرر المتظاهرون التحدي هذا التدبير، هذا لا تستطيع الجهات الأمنية أن تقبله. أن يبقوا في ميدان رياض الصلح وهو ميدان فسيح، أو في ميدان ساحة الشهداء وهو ميدان أكثر فساحة، فلا أحد يتقدم منهم. لماذا يحدث الاحتكاك؟ الاحتكاك يحدث لأن المتظاهرين يريدون أن يزيلوا الأسلاك الشائكة والحواجز التي تحمي المقرات الرسمية. طيب. لا أكثر ولا أقل. طيب. لو ذهبوا إلى الساحات الواسعة لن يتعرض لهم أحد. أشكرك معالي الوزير رشيد درباس وزير الشؤون الاجتماعية في الحكومة اللبنانية، كنت معنا عبر الهاتف من طرابلس نتابع هذه الصور، ويبدو أن هناك حالات من الإغماء ما بعد فتح قوات الأمن خراطيم المياه مباشرة على المتظاهرين، خصوصا في الجانب الملاصق للسياج المعدني أو الشائك المتواجد والذي يحيط بالسراي الحكومي. شاهدنا بعض حالات فقدان الوعي والإغماء، وكنا نشاهد لسيدة فقدت الوعي كانت تحمل على الأيدي. إذا مشاهدينا فتحت قوات الأمن اللبنانية خراطيم المياه على المتظاهرين في هذا التحرك والاحتشاد الشعبي المتواجد في وسط بيروت في ساحة رياض الصلح. قال العديد من النقاط المهمة معالي الوزير رشيد درباس، وأيضا وجه اتهام مبطن أيضا للتيار الوطني الحر. ربما من المفيد أن يكون معنا في هذه التغطية من بالمقابل يرد على هذا الكلام. وأعود لضيفي هنا في الاستوديو هرج ومرج، ونحن نشاهد تكرار بشكل بسيط لما شاهدناه بالأمس. ما رأيك بما جرى؟ هذا على الكلام الوزير مع صديق عزيز سابق. ف قضية أزمة النفايات لا علاقة لها بالتعطيل اللي جاري بمجلس الوزراء، قديمة مش باطي ماضي. تأخذ مجلس الوزراء قرار بمعالجة أزمة النفايات القادمة، وبلشت أزمة النفايات القادمة قبل ما يبلش التعطيل. وأزمة النفايات هي محصورة
في مجموعة بين آل المشنوق وبين فؤاد السنورة وبين سكلين اللي معروف في وين، يعني في موقع واحد. الباقي كلهم فات وليد جبلاط مؤخرا على الموضوع لأسباب، فولكن كل ما حدا كان عنده اعتراض إلا لمعالجة فعلية للأزمة، ما يحطها من التعطيل. هذه سابقة التعطيل، قضية أزمة النفايات سابقة التعطيل. هلأ بالتعطيل حق عمين وكيف، هذا لعبة النظام ولعبة أطرافه، كل واحد بده شيء، كل واحد بده دعس عجران الثاني، كل واحد بده يخلي الثاني يوصل، هذا بتخصه. هيدي من أزماته اللي الناس عم تقف ضدهم، مش إنه غير شيء. طبعا إنه أنا كان بودي إنه يعني كلامه كان واضح انه المشهد غير ملتحق حديثا بالنظام. طيب، وهناك اتهام واضح وصريح وجه للتيار الوطني الحر بانه هناك تبني لمطلب اساسا لا يرفعه في الحكومه الا فريق التيار الوطني الحر. بكل الاحوال ساشكرك جزيل الشكر استاذ سيد فرنجيه الكاتب السياسي ضيفنا هنا في الاستوديو، ومتواصلون معكم مشاهدينا في النقل والمتابعه والتغطيه المباشره والحيه من الميادين، من قناة الميادين. ما شاهدناه أنه قوات الأمن اللبنانية فتحت خراطيم المياه مباشرة على المتظاهرين منعا للوصول للسياج الفاصل مع السراي الحكومي، وحالة من الهرج والمرج دبت في صفوف المتظاهرين ما بعد ذلك، ورفعت الشعارات بصوت أعلى. شاهدنا بعض حالات الإغماء، وما نسمعه هناك إصرار على نبض سلمية سلمية، بمعنى أنه هذا التحرك يراد له أن يبقى في إطاره السلمي وصولا للمطالب التي تتحدث أو تتفاوض بين الخدمية وصولا لمطالب سياسية. عين الكاميرا ما زالت على الزاوية التي حدث فيها فتح خراطيم المياه على المتظاهرين، ونتوسع أكثر في المتابعة وفي استمزاج الآراء والمواقف مشاهدينا. معنا ينضم إلينا من صيدا في جنوب لبنان مباشرة عبر الأقمار الاصطناعية السيد أسامة سعد رئيس التنظيم الشعبي الناصري. أهلا بك سيد أسامة سعد، أخذ منك تعليقا مباشرا ونحن نرصد في الصورة هذا المشهد. يعني باختصار شديد يعني أريد أن أوجه التحية لهذا الشباب الرائع ولمختلف فئات الشعب اللبناني الذين بادروا إلى هذه الحركة الاحتجاجية، هذا الشباب السائر الغاضب بسبب ما وصلت إليه الأمور على كل الصعد، الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية وغيرها من الأمور التي تهم الشعب اللبناني. أزمات الشعب اللبناني باتت عديدة وكثيرة وأصبحت فوق طاقة احتمال هذا الشعب المعطاء العظيم. من هنا نحن نوجه التحية لهؤلاء الشباب، وأقول أنه أيضا أنه نحن ندين استخدام العنف من قبل السلطة اللبنانية تجاه هذه التظاهرات السلمية التي تعبر عن معاناة مختلف شرائح الشعب اللبناني. ويجب أن تتحمل القوى السياسية المعنية المسؤولية الكاملة تجاه هذا الاستخدام للعنف ضد المتظاهرين السلميين في ساحة رياض الصلح وفي ساحة الشهداء. طيب سيد أسامة سعد، لو سمحت لي، من يضمن حصافة ورصانة وبقاء هذا الشكل بالنسبة للتظاهر السلمي طالما نسمع مناشدات من داخل هذه التظاهرات لإخراج مندسين؟ من يضبط إيقاعها ويحافظ عليها وصولا لمطالب أقل ما يقال عنها أن يعني مشروعة ومحقة بما له علاقة بالخدمات وبالأمور الخدمية؟ يعني أنت بتلاحظي وكلنا عم نلاحظ أنه هناك يعني مطالب عديدة في وسط عم ترفع بوسط هذا الحراك الشعبي الرائع. هناك يعني أمور عديدة، هناك من يدعو إلى إسقاط النظام، هناك من يدعو إلى ضرب الفساد، وهي يعني الانطلاقة الشرارة الأولى لهذه الحراك عبر يعني مجموعة طلعت ريحتكم. وأيضا هناك يعني مطالب متعلقة بالخدمات وبالبطالة وبمستويات المعيشة وبتعسر الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وغير ذلك من القضايا المتعلقة بالحياة اليومية للشعب اللبناني. فعندما يقال أن هناك مندسين فلنقول بصراحة أن المندسين هؤلاء هم من يعني مرسلين من أركان النظام، هؤلاء هم من أرسلوا المندسين. إذا كان هناك مندسين، هذا الحراك الذي نشهده اليوم هو في وجه
أركان النظام، في وجه قادة النظام، قادة الفساد في البلاد. هذا الحراك إذا كان هناك من مندسين هناك محاولة خبيثة لتطويق هذا الحراك ولإحباطه ولإجهاضه، كما نسمع وكما تسمعون وكما يسمع كل الشعب اللبناني مداخلات بعض السياسيين اللي هن شركاء حقيقيين وفعليين في هذه السلطة، وهم من كون هذه السلطة، هم من كون مجلس النواب، هم من كون هذه الحكومة، يتداخلون. هذا نوع من النفاق، هذا نوع من التضليل. كيف تقيمون هذا التعاطي الحكومي، النخبة السياسية، الطبقة السياسية، كيف تقيمون التعاطي وجملة المواقف التي أطلقت؟ يعني هناك محاولات خبيثة من قبل قادة النظام لاحتواء هذا الحراك ومنعه من أن يكبر وأن تكبر كرة الثلج، لأنه يعني معاناة اللبنانيين وصلت إلى مرحلة لم تعد يعني مقبول إنه اللبناني يقدر يكفي حياته في هذا البلد بسبب تراكم هذا الكم الهائل من الأزمات في حياته. هذا النظام فعليا فاقد الصلاحية، يعني الآن نحن أمام نظام فاقد الصلاحية، عاجز، غير قادر على إنتاج الحلول لمشاكل هو افتعلها، وهو عاجز عن أي شيء، وبالتالي ليس هناك بديل. ما أقوله أن هذا الحراك يجب أن يؤسس لكتلة شعبية وازنة لفرض التغيير السلمي لهذا النظام الذي أصبح في منتهى يعني في منتهى في نقطتين لو سمحت لي الانهيار في نقطتين سيد أسامة سعد، أود أن أقف عندهما طالبة منك لطفا شرحا لهما. عندما تقول أن النظام أو السلطة فاقدة للصلاحية، هل أنت يعني أنكم تؤيدون إسقاط الحكومة وأيضا مجلس النواب؟ فعليا الحكومة ساقطة، هي الآن تصرف أعمال، يعني لن يتغير شيء في المشهد السياسي إذا استقالت الحكومة. هذه الحكومة لم تعد يعني منتجة، وكذلك مجلس النواب لم يعد منتجا على هذه القوى السياسية المشكلة لهذه السلطة ولهذا النظام. أوجه الكلام لأركان هذا النظام، أنكم تأخذون البلد إلى الفوضى، تأخذون البلد إلى الخراب، وأنتم تتحملون المسؤولية كاملة، والشعب اللبناني سوف يحاسبكم حسابا شديدا. أخذتموه إلى المواجهات الطائفية والمذهبية، أخذتموه إلى انهيار مؤسساته. عذرا للمقاطعة، وستبقى معنا، ولأنه هناك إلحاح لنتابع بما أنه يتغير المشهد على الأرض، أطلب منك لو سمحت أن تبقى معنا فقط لنتزود بالمعلومات من قلب التظاهرات والتحركات. نعود مجددا للزميل محمد الجرادي، هو معنا بطبيعة الحال بسبب كيف اختلف المشهد بعد فتح خراطيم المياه على المتظاهرين وبات المشهد غير مستقر. معنا عبر الهاتف هذه المرة محمد، ما الذي جرى؟ أفلتت الأمور على شكل علني وبشكل واضح وكبير كما كان متوقعا مع غروب الشمس هذا اليوم. المتظاهرين يراشقون العناصر الأمنية بالهيروات والشام السلطة والعبوات المياه من أكثر من محور، تقريبا ثلاثة محاور. هذا ما كنا نتوقعه. هذا التحرك المستجد طغى على مشهد البيان الذي كان يتحضر كنا نتحضر لإذاعة البيان، فإذ بالأمور تفلت في لحظة واحدة على أكثر من محور كما قلت لك سابقا. العناصر الأمنية لا ترد حتى الساعة، ولا حتى بقنابل صوتية أو مسيلة للدموع، ولا حتى رش خراطيم المياه باستثناء ما شاهدناه قبل نحو نصف الساعة. محمد، هذا هو المشهد. ما كان معنا لأنه الوزير رشيد درباس وقال أنه التعامل بالنسبة لقوات الأمن جاء تلبية لمطالب المتظاهرين بإخراج المندسين. لا أدري إذا كنت استطعتم أن تلتقطوا تلك اللحظة التي فتحت فيها قوات الأمن الخراطيم المياه. ما الذي جرى هناك تحديدا في هذه اللحظة؟
في هذه اللحظة كان المنظمون يتهيئون لتلاوة البيان الذي خرجوا به بعد اجتماعهم كما كنا بانتظارهم، وإذ بالمتظاهرين تعلو حركة احتجاجهم بمرشقة القوى الأمنية في العصي والهروات والقناة والعبوات البيئة الفارغة. ما كان من قوى الأمن إلا أن رشت المتظاهرين كما يجري حاليا في هذه الأثناء من جديد من قبل العناصر الأمنية. المتظاهرون بعديدهم بغالبية عديدهم متواجدون إلى الخلف من هذه القطعة بالتحديد، حيث لا اصطدامات مع العناصر الأمنية. لم يبقى منهم سوى نحو جزء منهم هم من يتجرعوا على التقدم باتجاه العناصر الأمنية. حتى بكل الأحوال صوت المتظاهرين تفاعلا بعد رش أو فتح خراطيم المياه مجددا عليهم يطغى قليلا على صوتك. استطعنا أن نسمع ما قلته محمد، ولا أدري إذا كنت عندما سأعود إليك تستطيع أن تتواصل مع المنظمين. إذا ما كان سنرى تلاوة للبيان فيما بعد ذلك. ما نقلته لنا أنه هناك أو يتم الآن إظهار عاجل على شاشة الميادين 5 جرحى في صفوف المتظاهرين في وسط بيروت بحسب مصادر الصليب الأحمر اللبناني. عموما بناء على طلبنا وبتمن منا تم تأجيل تلاوة البيان، فتفاجأنا جميعا نحن والوسائل الإعلامية والمتظاهرون بما يحدث من شغف في هذه الأثناء، حيث يتم تبادل تراشق الحجارة بين الطرفين في محاولة لفضلهم أو لحثهم على تخفيف فرصة الهجوم بجنب بعض الشبان الغاضبون. أيضا يحاولون الوصول إلى بعض العناصر الأمنية المتواجدين تحت البنك من جهة البنك العربي. بكل الأحوال محمد سأعود إليك وأطلب منك ومن الزملاء توخي الحيطة والحذر والابتعاد قدر المستطاع للسلامة، ولنضمن دائما أن يبقى هذا الصوت وهذا العين متابع ونستطيع التزود بالمعلومات. محمد الجرادي سأشكرك حتى الساعة. نذكر مشاهدينا أننا نحن ننقل هذه الصور مباشرة من ساحة الصلح في وسط بيروت، حيث عاودت قوات الأمن فتح خراطيم المياه على المتظاهرين خصوصا في الزاوية القريبة من السياج المعدني الملاصق لي أو المحيط بالسرايا الحكومي. إشارة إلى أن خراطيم المياه التي تفتح لديها دفق عالي وكبير من ضخ للمياه، هذا ما يؤدي لنرى ربما هذه الحركة أو عدد من حالات الإغماء. عدد الجرحى وفق ما نقل لنا مراسل الميادين نقلا عن الصليب الأحمر اللبناني وصل إلى عدد 5 جرحى. لا نعرف طبيعة هذه الحالات، هم في صفوف المتظاهرين بوسط بيروت. نتابع الصورة ونعود بالصوت إليك سيد أسامة. سعد، سألتك عن نقطة مما قلت وسأسألك عن نقطة ثانية. تقول يجب بهذا التحرك الشعبي أن يؤسس لكتلة شعبية وازنة لفرض التغيير السلمي، كيف ونحن لا نرى رأسا يدير هذه التظاهرات؟ يعني هي مسألة تحتاج إلى عمل ميداني مباشر. كما تلاحظين هناك يعني تنوع وفي المطالب وفي الشعارات المطروحة على الساحة على قادة هذا الحراك. يعني مظبوط هذا الحراك ليس له سقف سياسي، إنما هناك مجموعات من الشباب ومن شرائح الشعب اللبناني المختلفة ومن هيئاته الأهلية والنقابية المنخرطة في هذا الحراك. على هذه الهيئات أن تجد صيغ لتوحيد المطالب وتوحيد الرؤى في مواجهة هذه السلطة الجائرة المستهترة بمصالح الشعب اللبناني، وأن تضع يعني خطة عمل لتصعيد هذا الحراك ولتكوين هذه الكتلة الشعبية العابرة للطوائف والمذاهب والمناطق، واللي بتعبر فعلا عن معاناة الشعب اللبناني، واللي عم نسمعها من خلال ما يدلي به المشاركين من بهذه التظاهرة من مطالب وقضايا مختلفة ومعاناة متعددة. كل هذا يعني يجب أن يعني كان من المفترض أن القوى الوطنية التقدمية أنه تشارك به، أنه تكون على رأس هذا الحراك، وهذا أمر يعني نحن ندعو إليه الآن لحتى تكون يعني نوع من القاطرة السياسية والمظلة السياسية. وليس هناك يعني لا أقول ذلك أنه هذا موضوع مرتبط بوصاية ما، إنما انخراط
ومشاركة فعلية وجدية من قبل الهيئات الوطنية والتقدمية إن كانت سياسية أو غير سياسية لأصحاب الفكر المستنير في هذا البلد. طيب والذي يمنع ذلك سيد أسامة سعد؟ يعني اليوم القوى الوطنية التقدمية ما الذي يمنعها لنرى تحركا؟ نحن أمام نظام يعني قادر على الحياة وقادر على إعادة إنتاج نفسه صحيح. مرة تلو الأخرى، يعني هو بالطائف عمل إعادة صياغة للنظام، بالدوحة عمل تجديد ما للنظام، الآن هناك يعني مخاض كبير في لبنان نتيجة يعني أزمة النظام، ولكن الظروف المحيطة الإقليمية والدولية لا تسمح لأركان النظام بإعادة إنتاج هذا النظام، فكان هذا الحراك هو في طريق نضال شعبي طويل ومديد شعبي ونقابي وأهلي مديد وطويل، لابد أن ينتج شيء عنه شيء، لابد أن يتطور، لابد أن يراكم. نحن اليوم عم نشوف، هلأ أنت شفتي وكلنا شفنا كيف السلطة عم تتصدى للمتظاهرين، وبوقت ما بتتصدى لقوى طائفية بتتظاهر وبتعتدي وبتعمل كل شيء بهذا الشكل اللي عم نشوفه. ليه؟ لأنه هاي القوى اللي ما بتتصدى للسلطة هي جزء من النظام، إنما هؤلاء الذين يتحركون اليوم هم خارج أي إطار من أطر النظام، وهنا المفاجأة لذلك ربما يتم التصدي وعدم القدرة على التعامل معها، وربما هذا ما شكل ربما شكل بالنسبة للطبقة السياسية مفاجأة، لأنه غالبية ما رأيناه من أحداث في لبنان قيل وأنه تم افتعالها، وبالتالي هي ضمن إطار التجاذبات السياسية وانتزاع المصالح والمواقف. اليوم هذا يعتبر تحرك عفوي شعبي لا تستطيع، أو ربما الطبقة السياسية لم تستوعب هذا الحراك حتى الساعة، وربما هذا ما يفسر. نعم، هذا ما يفسر انه هاي قوى السلطه او قاده النظام يعني لا يستوعبون هذا الحراك الذي فاجأهم، وهم يخافون فعليا، هم يخافون من ان تكبر كره الثلج وان يتحول هذا الحراك الى كتله شعبيه هائله تفرض عليهم وتطيح بهم من وتبني النظام المدني الديمقراطي الذي يؤمن العدالة الاجتماعية والمساواة والمعايير الكفاءة والحرية في هذا البلد. هذا ما يخافون منه، لأن التحالف الطائفي الرأسمالي الريعي الذي المتحكم بهذا البلد يحاول الآن أن يلتف على هذا الحراك وأن يحبط هذا الحراك وأن يمنع هذا الحراك من أن يتطور ويصبح حالة قوية تفرض التغيير في لبنان. طيب، سمعنا اليوم قراءة بالنسبة لمعالي الوزير، كان معنا على الهواء رشيد درباس، رأى بقراءة أو مقارنة، قال اختلفت المطالب بشكل سريع بين مطالب خدمية إلى مطالب ذات نفس سياسي تطالب بإقالة الحكومة وعدم التمديد أو الاعتراف بها، وطالما هي تأخذ يعني حتى مهام رئيس الجمهورية، ربطها مع مطالب التيار الوطني وقال هذا معناته أنه سيست أو تم استخدام هذه التظاهرة. بس خليني نقول شغلي يعني مهمة جدا، أنه هذا الحراك الذي نشهده اليوم لا شأن له بصراعات السلطة. صراعات السلطة وأركان السلطة في وادي وحساباتها ومحاصصاتها والبحث عن الامتيازات والمغانم بمكان، ومعاناة الناس بمكان آخر، لا شأن للناس بهذا الصراع الدائر فوق في 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 في, في الأعلى، الناس تتحرك في الأرض انطلاقا من معاناته، الصراع هذا اللي فوق لا شأن للناس به، فلا يدخلون الناس طرف في صراعهم وفي يعني مهاتراتهم وفي فسادهم، لا يدخلون الناس في هذا الإطار. الناس نظيفة، ناس صادقة، ناس نزلت إلى الشوارع تعبير عن إرادتها،
لا يقولون الناس تتحرك، هذه الناس الموجودة الآن تتحرك بالريموت كنترول، هم من يتحركون بالريموت كنترول. طيب كنت تقول سيد أسامة سعد أنه يجب أن يكون هناك نوع من الانخراط بالنسبة للقوى الوطنية التقدمية وليس وصاية على المتظاهرين تأمينا وتنظيما لنرى يعني مفاعيل لهذه التحركات. لا أدري إذا كنا نستطيع أن نسمي البعض، ولا أدري إذا كانت أيضا من مسؤوليتكم أنتم أيضا كتنظيم شعبي ناصري، تنظيم شعبي ناصري في أكثر من دولة عربية لديه ربما خبرة، وكيف يمكن أن يعني يتم حماية التظاهرة بعد دخول هكذا أطراف من أن تحمل أجندات أيضا؟ يعني نحن ندعو للانخراط في هذه التظاهرة وفي هذا الحراك الشعبي، ليس لرفع شعارات التنظيم الشعبي الناصري، أو لا ندعو لأي طرف لأن يرفع شعاراته في هذا الحراك. مطلوب أن نتفاعل مع هذا الحراك الشعبي وأن نكون جزء منه وجزء فاعل ومؤثر ويعني متضامن، كل التضامن مع ما يريده، تريده هذه الكتلة الشعبية المتعددة المطالب واللي متعددة الانتماءات. هذا ما نريده. يعني إذا كان هناك في مصلحة فئوية لحزبنا أو لتنظيمنا يعني ومصلحة وطنية، أقول لشباب التنظيم وأقول للشباب الوطني وأقول للشباب التقدمي، قدموا المصلحة الوطنية، مصلحة الشعب اللبناني وقضاياه على أي مطلب فئوي. هذا ما هو، هذا المطلوب، يعني مطالبة بأن يكون هناك وعي سياسي أو. ونحن طبعا نحن تنظيم الآن مشارك في هذا الحراك في بيروت، وهو يتحضر كمان يعني لحراك مماثل في المناطق ومنها صيدا. نحن ندعو إلى ذلك، ندعو إلى تكبير هذه الكتلة الشعبية. نحن تنظيمنا تنظيم عابر للطوائف، عابر للمذاهب. نحن نرفض هذا النظام الطائفي، نرفض هذا التحالف الطائفي الرأسمالي الريعي الذي يتحكم برقاب اللبنانيين ويدفعهم إلى الجحيم ويدفعهم إلى الحرب الأهلية ويدفعهم إلى الانقسام ويدفعهم إلى التقاتل. طيب أنا أريد أن أسألك، ما رأيك بأن يكون أو ربط الموضوع بجلسة الحكومة الخميس المقبل، وهل يصمد الشارع أو يبقى في هذا الشكل الذي نراه من اليوم الأحد حتى يوم الخميس، ومسؤولية من؟ يعني سيسعى أركان السلطة لتخريب هذا الحراك، ولكن أنا أقول للشباب، لكل المشاركين، لكل المنظمين لهذا الحراك، لكل الذين بادروا إلى أطلاق هذا الحراك، احذروا رجال السلطة، احذروا أركان السلطة، لا تأمنوا لهم، لا تصدقوهم، كلامهم نفاق وتضليل. مطلوب أن نحافظ على سلمية هذا الحراك، مطلوب أن نفعل هذا الحراك، مطلوب أن ننظم ميدانيا التعدد الشعارات والمطالب، بحيث أنه تكون يعني هناك كتلة تقود هذا الحراك وتوجه هذا الحراك بما يتوافق مع هذا التنوع الكبير الموجود داخله. هذا ما هو يعني هذا اللي لازم ننتبه له. هلا مش عارف ليش اني اخروا الجلسه ليوم الخميس، يعني انه كانش الحكومه مش فاضيه يعني، او الوزراء مش فاضيين الا يوم الخميس، ما بيقدروا يعملوا، كانوا اجتماع طارئ اليوم، ما بيقدروا يعملوا اجتماع بكره، ليش بدهم ياخروا الموضوع للخميس؟ بعتقد انه بده ياخروا الموضوع للخميس لحتى يكونوا شافوا الطريقة اللي كيف بدهم يلتفوا هذا الحراك ويحبطوا هذا الحراك. بكل الأحوال بشكل سريع سيد أسامة سعد، كيف ترى مستقبل هذا التحرك؟ يعني هذا بداية، أرجو أن يعني تكون بداية ل يعني تحضير لحراك أوسع وأكبر على المستوى الوطني، يكون هذا بداية لتراكم نضالي كان موجود أصلا. يعني نحن عم نحكي عن هيئة التنسيق النقابية، وينها هيئة تم محاربتها والالتفاف عليها والقضاء
على تحركها، لأنه هي كانت خارج إطار الطوائف، خارج إطار المذاهب، كانت عم تعبر عن فئة من 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 شريحة من شرائح الشعب اللبناني، وتم تطويقها وستسعى السلطة إلى ذلك. إنما أنا ما أقول إنه هذا الحراك مبشر وسوف يكون له مستقبل وسيزيد، سيضيف إلى نضال وطني وشعبي طويل في لبنان من أجل تغيير هذا النظام، من أجل الخروج من النظام الطائفي المذهبي نحو الدولة المدنية. سيد أسامة سعد، عذرا للمقاطعة، تعتقد أن هذه التحركات قادرة على تغيير النظام السياسي الطائفي في لبنان؟ ليس الآن. أقول أن هذا الحراك هو بداية، وهذا الحراك هو سيضيف إلى نضال وطني وشعبي طويل ومديد، وسوف يؤسس لحراك أوسع وأكبر على المستوى الشعبي وعلى المستوى الوطني وعلى المستوى الهيئات الأهلية والنقابية. وأنا أؤمن بأن هذا الشعب اللبناني العظيم المعطاء الذي حرر أرضه بالمقاومة والذي يبدع أينما كان في كل بلاد العالم، هذا الشعب العظيم المعطاء، هذا الشعب الذي صبر طويلا على هذه الطبقة السياسية وفسادها، هذا الشعب قادر أن يصنع المعجزات. طيب، هذا الشعب قادر أن يصنع المعجزات، نؤمن بهذا الشعب. سيد أسامة السعد، رئيس التنظيم الشعبي الناصري، أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا مباشرة من صيدا في جنوب لبنان، ونتابع معكم مشاهدينا ومتواصلون في هذه التغطية المفتوحة من قناة الميادين، وكبنا بدء هذه التظاهرة التي تم الإعلان عنها استكمالا للتظاهرات في حركة ريحتكم طلعت، وصلت إلى ذروة فتح خراطيم المياه على المتظاهرين، وقد استطاع المتظاهرون بإزالة السياج الشائك الأول المحيط بالسراي الحكومي. مجددا نعود إلى مراسلنا على الأرض هناك في ساحة رياض الصلح. محمد، ما الجديد؟ نعم، أنت على الهواء، تفضل. في حال كنت تسمعينني أنا لا أقدر على سماعك بشكل صحيح، فحصلت رسالتي وأتمنى أن تكون قد وصلت. في هذه الأثناء نشب حريق متوسط الحجم تحت مبنى الأي تي أضرمه المتظاهرون عند أحد المحاور التي موجودة فيها القوى الأمنية. تزامن هذا الإحراق في الإطارات ومحاولات سحب الشريط الشائك الثاني الذي المفروض في وقت ستستمر فيه محاولات الاقتحام من ناحيه مبنى الاي بي باتجاه القوى الامنيه الموجوده في هذه الزاويه. المحاولات ترصد الاحجار لا يزال مستمرا، وصناع قوي كمان قنابل الصوتيه حتى هذا من قبل العناصر الامنيه في محاوله لردع المتظاهرين على تقدم اكثر باتجاه السياج الشائك. المشهد تطور كثيرا حتى هذه الساعة، هناك ما يزيد عن 200 شخص ممن يضاقفون العناصر الأمنية حاليا بجميع ما تسمح لهم المواد والموجودة في الساحة من سيارة ومواد ومواد. العناصر الأمنية ترد قائمة الحين والآخر في رفع الحجارة وإطلاق قنابل صوتية، كما ذكرت 8 قنابل صوتية على قوية حتى الساعة. النيران تقريبا إلى حد ما تحت مبنى الأي تي والريحة بالإنسان السياج الشائك الثاني الذي كان منصوبا أمام العناصر الأمنية، وصلت السياج إلى الخيم حيث يتجمع القنوات بسيارات الناصر أمام ساحة رياض الصلح النصر التجاري لرياض الصلح. هنا المشهد لا يزال متوترا إلى مزيد، ويرجح مرجح للمزيد من التصعيد. بكل الأحوال محمد، وأعرف أنك لا تستمع أو لا يصل صوتي إليك بسبب حجم الضغط والأصوات المحيطة بك، سنعود إليك بالتأكيد. مشاهدينا متواصلون معكم بهذه التغطية المفتوحة من قناة الميادين. المشهد تطور بشكل سريع وكبير في ساحة رياض الصلح، ما نقله لنا آخر ما زودنا به
به من معلومات زميلنا محمد جرادي أنه نوع من إشعال للنار كان في أحد الزوايا في هذه الساحة تحديدا في زاوية الـ AFP، وأيضا هناك رشق للحجارة، بعض أيضا العبوات البلاستيكية على قوات الأمن من المتظاهرين عقب فتحهم من خراطيم المياه على المتظاهرين بشكل مباشر، وتحدث عن استعمال لبعض القنابل الصوتية، والمشهد مرجح للتصعيد أو التأزيم بشكل أكبر. ستبقى الصورة على المتظاهرين والصوت أيضا، وسنتابع هذه التغطية وستواصلها معكم بعد قليل الزميلة علا ملاح. إلى اللقاء. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. إذن نحن متواصلون معكم في هذا النقل المباشر من ساحة رياض الصلح في وسط بيروت، والاشتباكات تتجدد بين القوى الأمنية اللبنانية والمتظاهرين في ساحة رياض الصلح، وكما أفاد مراسل الميادين بسقوط 5 جرحى إثر هذه الاشتباكات بين عشرات المحتجين مع قوات الأمن اللبنانية أمام السراي الحكومي بعد يوم ثان من اعتصامهم المطالب بإصلاحات سياسية واجتماعية في البلاد. ونذكر أنه المجموعة المنظمة للتحرك أو المنظمة للتحرك الشعبي دعت رئيس الحكومة تمام سلام للاستقالة، ودعت إلى توسيع التحرك الشعبي عبر المشاركة في تظاهرة في وسط بيروت. إذن الاشتباكات والمشهد إلى مزيد من السخونة في وسط بيروت بعد محاولة إزالة الأسلاك الشائكة أمام السراي من قبل المحتجين. طبعا تعرضوا لخراطيم المياه، حالات إغماء بالعشرات، وحتى الآن سقوط 5 جرحى. إذن المتظاهرون يحاولون الوصول إلى الشريط الشائك الثاني الفاصل مع القوى الأمنية.
الزميل محمد جرادي معنا من جديد ليطلعنا على آخر التطورات. محمد هل تسمعنا؟ زعلت حركة مدلي شويش محمد؟ طيب محمد حتى الساعة لا يستطيع سماعنا، نحن وإياكم في النقل المباشر وهذه الصور مباشرة من وسط بيروت. المشهد طبعا إلى مزيد من التوتر، الأعداد تتزايد. محمد هل تسمعنا؟ محمد هل ما زلت معنا؟ نعم أسمعك. محمد كل جديد من الساحة، ماذا عن الشبكات؟ هل ما زالت مستمرة؟ هل من ارتفاع في أعداد الجرحى؟ مجددا لم أسمع تماما السؤال، لكنني سأدلي برسالة مرة جديدة، عسى أن تتمكن من إيصال رسالة حاليا. مزيد من أعمال الشغب لا تزال تحدث هنا وبوتيرة أعلى من السابق. تم فصل المتظاهرين ما بين من يدعون السلمية في هذه التظاهرة، تراجعوا. نعتذر مشاهدينا عن هذا الخطأ التقني. في قنابل صوتية سمع من حتى الآن 9 قنابل صوتية، وهذه التحركات تأتي أو تستمر منذ حوالي 40 دقيقة، حيث كان من المفترض أن يتلى البيان الذي خرج به المتظاهرون، إلا أنهم تفاجأوا برد فعل قوي وأحداث شغب سيطرت على الموقف واجتذبت عدسات الكاميرا، فتم إلغاء البيان، وبالتالي نحن الآن نشاهد أعمال شغب على 3 محاور تحت مبنى البنك العربي. هناك عديد من المتظاهرين الذين يحاولون اقتحام السياج كما سبق وذكرنا. أعمال القناصر الأمنية تتعامل مع هذه التحركات كما يجب، بدءا من خرطيم المياه وتاليا بمحاولة إبعادهم عبر ترهيبهم بما يستطيعون القيام به ضمن إطر الحفاظ على سلامة الشباب الملثمين بمعظمهم، والذين يحاولون على مضض التقدم باتجاه مقر مجلس الوزراء في ساحة بيروت وسط بيروت. النيران التي تكلمنا عنها سابقا والتي أضرمت تحت مبنى الاي بي تم إطفاؤها، كانت على أحد المحاور 3 للعناصر الأمنية. لا تزال الحجارة يتم ترشقها بين الطرفين. أستطيع رؤية ما حولي، العديد من الملثمين، هؤلاء شباب، ما بدنا نستطيع التمييز فيما بينهم، سواء كانوا من المعتصمين أصلا ظهرا أم أن قدموا مع حلول المساء. لا نستطيع التكهن حول هذا الموضوع. العديد من الفئات الشبابية هنا موجودة، غاب الحضور النسوي بطبيعة الحال، تم إرجاعهم إلى الخلف إلى منتصف هذا الطريق الذي تصوره عدسة كاميرتنا، إلى الخلف، حيث كان من المفترض تلاوة البيان، لكن تقدم المشهد في مقدمة هذا الطريق المؤدي إلى مبنى مجلس الوزراء. هذا المشهد المؤسف فعليا، تكرر السيناريو لليوم الثاني على التوالي، بل لليلة الثانية على التوالي، وهو ما دفع مسبقا المنظمين إلى اتخاذ خطوة مسبقة بإلغاء المخيم الذي كان من المقرر أن يتواصل بمسبقية إلى جانب تسمعني محمد؟ خيمة الشهداء أو خيمة الجنود المحتجزين لدى النصرة في وسط بيروت. أستطيع القول أنه هناك حولي شباب يرمون الأعيرة النارية، المفرقعات الثقيلة، وعدد من عبوات المولوتوف. أنا موجود فيما بينهم، هم شباب ملثمون. أستطيع القول أن المشهد إلى مزيد من التوتر. هذه مشاهد ترونها بأم العين.
يتعاطى القوى الأمنية معها بحكمة قدر المستطاع. أصوات القنابل تسمعني محمد؟ هل تسمعني محمد؟ والآخر. يمكن تصوير مشهد الشباب حيث يقومون برمي المفرقعات النارية باتجاه السياج الشائك. لا أدري لن إذا أمكن أن نرى أكثر لن أصور المشهد سوءا وأقول أن قنابل مولوتوف لا أستطيع الحكم عليها بهذه اللحظات. قبل استطعنا مشاهدة ثلاثة منها. الآن يتم هل أزلت على السماع؟ محمد، كان الحديث بالأمس أنه المتظاهرون هم من بدأوا بهذه المشاكل وإلقاء حجارة على القوى الأمنية، هم من بدأوا بهذه التوترات. اليوم ما الذي حصل؟ وكأنه كان مبرمج يعني لدى التوقيت أنه سيتلى البيان، بدأ بشكل فجائي كما أيضا البارحة. اليوم أيضا نفس المشهد، كان يعني التصعيد من قبل المتظاهرين في البداية. فعلاً أعتذر جداً لكني لم أسمع كما يجب، لكني سأقول ما حدث في هذه اللحظات أثناء سؤالك. عذراً مرة جديدة على عدم على رداءة الصوت من المصدر، لكن القنابل المسيلة للدموع أستطيع أن أقول أنه تم رمي أكثر من واحدة منها وباتجاه القنوات، ويقابل ذلك رشق للمفرقعات وأدوات سأقول أنها مولوتوف بين يدي الشباب المتظاهرين حولي هنا. نعم. أمام الأسنجي المرصودة في كنت زاوية سألتك محمد ساحة رياض الصلح. بالأمس كان الحديث أن المتظاهرين هم من بدأوا بتصعيد الأمر على الأرض، اليوم الموضوع نفس الشيء، يعني هم من بدأوا بهذا التصعيد. كان هناك حديث أنه لم تبدأ القوى الأمنية بخراطيم المياه أو بالقمع، كان المتظاهرون هم من أشعلوا ما حصل صحيح. في الشارع اليوم صحيح. نفس المشهد أيضا يتكرر. هل المتظاهرين طبعا ضمن الحديث عن طابور خامس، هذا ما أود قصده، يمكن القول هناك طابور خامس فعلا، لأنه لا يمكن لمعظم هؤلاء الشباب الذين يقومون بكل هذه الأعمال الجرمية وبهذه الخبرة في التعاطي مع الشارع والأرض أن نقول أنهم مجرد أناس نزلوا الشارع مطلبيا. أستطيع أن أرى أمامي شبان ملثمين، أقل ما يمكن أن يقال فيهم أنهم أصحاب خبرة في هذا الشأن، ليسوا بالعدد الكبير لكن بإمكانهم فعل الكثير. المعتصمون الحقيقيون هم باتوا خلفنا، خلف كاميرتنا إلى الوراء، حيث يمكن القول أنهم تم الفصل فيما بينهم بين المشاغبين وبين طيب مجموعة طلعت ريحتكم بشكل سلمي في الخلف، والغاضبون أو المفتعلون لهذه المشاكل في الصفوف الأمامية. فصل تام للمشهد ما بين أمام أو مقدمة هذا الاعتصام وهذه التظاهرة والخلفية. يعني أصبح حتى هناك انقسام بنفس الشارع هذا، إذا لم يتحول أيضا لاشتباكات بين الطرفين في الشارع. على كل حال مجموعة أستطيع أن أجزم هذه الصورة، هناك فصل تام بالشكل والمضمون ما بين مقدمة المسيرة ومؤخرتها. في المقدمة شباب حولي مختبئون خلف الخيام، وفي أمام السياج متقدمون أمام السياج يقومون بأعمالهم. طيب محمد، نتعرض لرش المياه. أستطيع إن شاء الله نكون بعد ما قادرين نطلع على الهواء. نحن نتمنى عليكم أخذ الحيطة والحذر. أكيد رش في المياه من الخراطيم العناصر الأمنية تقابل بهيصات وصيحات من المعتصمين، ولا يردعهم هذا الأمر. الخوف من المشهد أن يتطور أكثر من رش بالمياه. يحاولون إبعاد المتظاهرين على قطر شعاع دائري أكبر من 20 مترا، يمكن الحديث فيه عن سيطرة أمنية بأقل الوسائل الممكنة لعدم وقوع الجرحى. طبعا كما علمنا من مصادر الصليب الأحمر هناك 5 جرحى حتى الساعة، نرجو أن لا يتطور هذا الرقم. في السابق تعطلت كاميراتنا بفعل رذاذ المياه، لكن الآن بقتنا في زاوية نستطيع التحكم فيها بالمشهد والهروب بقدر المستطاع من
من الغذاء. طيب محمد، مجموعة طلعت ريحتكم التصوير. إذا كنت تسمعني، مجموعة طلعت ريحتكم اليوم المؤلفة من النشطاء اللبنانيين. قنابل، نعم صحيح، نسمعها هذه القنابل، القنابل الصوتية التي تطلق بين الفينة والأخرى من العناصر الأمنية في محاولة لإبعادهم وردعهم قدر المستطاع. لأن هذا الأمر بالطبع أستطيع أن أجزم أنه لا يحول دون ردع هؤلاء الذين يتقدمون باستمرار وبعزم أكبر من 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 المراد لهم. لا أدري إذا كانت هذه النية لديهم باقتحام فقط مجلس النواب أم هو إصرار حقا على المطالب التي نزلوا من أجلها. المشهد اليوم في هذه الساعة هو ميداني فقط وليس بعناوينه السياسية ولا المطلبية. المشهد هو أمني بامتياز، تحول من مطلبي وشعبي وعفوي إلى مشهد أشبه بعمل شغب. نعم، وهنا كان الخوف من أن يتم استغلال هذا التحرك. هنا كان الخوف. لا بد لنا أن نعيد ونكرر أن بعض المندسين كما الأوساط هنا تشير ويتناقل المتظاهرون، هناك مندسين فيما بين المتظاهرين يحاولون ذر الرماد في العيون كما يقال من ناحية الأسكوا، مبنى الأسكوا، ومن واجهة الحاجز الأمني أمام المقر المجلس الحكومي، وعن الجهة اليمنى من شارع ناحية شارع المصارف. أستطيع أن أقول أن عدد الشبان لا يزال في تزايد وأن هناك المزيد من التطورات الأمنية بين المتظاهرين والقوى الأمنية. لن نجزم ولن نستطيع القول أن هذه الأعمال ستنتهي في غضون دقائق. هي مرشحة إلى مزيد من التطور إلى حين إيجاد حل أمني من قبل المسؤولين يتحمل فيه الأمنيون مسؤولية كبيرة، وهو عدم إسقاط أي جريح لئلا يصار إلى نفس السيناريو كما في الأمس، واتهام الداخلية والوزير بافتعال أو بإسقاط جرحى وإصابة المواطنين. أمامنا في مشهد آخر، لا أدري إذا كانت الكاميرا تستطيع التقاطه، هناك تكسير واعتراض لإحدى دراجات القوى الأمنية تم تكسيرها بالكامل، تعود لأحد الدراجين. الخليط ما بين الشباب حولي هنا يحول دون معرفة فعليا ما إذا كانوا فقط من المتظاهرين أثناء الظهر، أم هم من قدموا مع حلول المساء، أم هم من متشجعون للمشاركة ورؤية ومتابعة هذه الأحداث من أرض الواقع فقط. أقول هذا الكلام وأنقل هذه الصورة فقط لأعبر عن رؤية هنا باتت واضحة مع حلول الظلام بأن سير التحرك الذي كان يراد في ظهر هذا اليوم لم يعد تماما كما هو حالته، لم تعد تماما كما هي حالتها اليوم. الصورة مغايرة جدا، المشهد اختلفت عناوينه والمشهد اختلف وتغيرت عناوينه من سياسية ومطلبية إلى أمنية. وكما نستطيع أن نشاهد القوى الأمنية هي من تراجعت الآن أمام وابل الحجارة من المتظاهرين والتراشق المتبادل، ربما هو احتراز، خطوة احترازية منهم بحكم خبرتي في تعاطيهم مع هذا النوع من الأعمال الشغب. أترك هذا الأمر للمشهد ليعبر عن نفسه أكثر. أنا ما أستطيع قوله حتى الساعة، أنا الفوضى هي سيدة الموقف وهي عنوان هذه المرحلة حتى يتغير المشهد أو محمد قلة التنظيم صورة معينة أخرى سواء بعناوين هذا التحرك أو ما يحصل ميدانيا. أعود وأوافيكم بكل جديد فور وروده. طيب محمد، عدم التنظيم، تنظيم هذه أو هذا التحرك برأيك هو المسؤول عن سهولة دخول هؤلاء المندسين لكي يقوموا بما يقوم به من تخريب وتكسير، وليس هذا هو المطلوب؟ يعني ليس المطلوب تكسير المؤسسات، تخريب المؤسسات أو المحيط، المؤسسات الإدارية أو الحكومية، أو تكسير دراجات نارية للقوى الأمنية؟ ليس هذا هو الهدف؟ هذا ما يمكن الحديث عنه فعليا، هذا ما يمكن الحديث عنه فعليا هنا، حيث لا مجلس أو لا إدارة أو لا حزب منظم لهذه التحركات حتى نستطيع القول أن هناك قرارا ما أو اتخذ أو سيتخذ في هذا الصدد. هي بكامل عناصرها غير إدارية بشكل عشوائي بشكل عفوي، أيا يكن المصطلح الذي سنسميه، سوى أن تكون منظمة
بإطار نقابي أو حتى حزبي أو حتى تجمع لحركات معينة، كل هذا الموضوع هو رهن تحرك الشباب الموجود في الساحة وليس المنظمين. أعود وأذكر لأنه ليس هناك أي من المنظمين، أي من النقابات، أي من الشخصيات حول هذا المربع الذي نتواجد فيه والذي يمتد لنحو حوالي 500 متر أستطيع القول. هو مشهد يسيطر عليه الشباب بشكل عشوائي وبشكل غير منظم. طيب مجموعة طلعت ريحتكم إطار... نعم مجموعة طلعت ريحتكم اليوم كيف مجموعة طلعت ريحتكم هي من بدأ بهذا التحرك العفوي والذي لو كان استمر بما هو بدأ به لكان فعلا مخيف للطبقة السياسية في لبنان، سيما وأنه يجمع كل اللبنانيين تحت غطائه. اليوم مجموعة طلعت ريحتكم، كيف ستواجه ما يجري اليوم من هؤلاء؟ إن كان يعني حتى هي اعترفت ب السؤال. طيب مجموعة طلعت ريحتكم محمد اليوم أنه طلع حملة طلعت ريحتكم بما أنها بدأت التحرك فهي يفترض بها أن تكون هي المسؤولة عن خواتيمه. أنا لم أسمع السؤال لكن طيب سأعيد السؤال وأحاول رفع الصوت قدر الإمكان. خراطيم المياه لا نستطيع سوى أن نسمع أصوات المتظاهرين فرحا برش المياه نحونا. يمكن القول أنه نحن من طلعت ريحتنا من إجراء هذه التظاهرة من تدافش وتدافع. طبعا يعطيكم ألف عافية ونتمنى عليكم أخذ الحيطة والحذر. بعض المزاحات حول استحضار المستحضرات سلمية، نحن عملنا سلمية حول المستحضرات الشامبو. ممكن ناخذ مقابلة محمد؟ مزح جدا ممكن ناخذ مقابلة من حولي لكن من, من 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 نفس الأشخاص اللي كانوا عم بيكسروا وبيعتدوا وبيزتوا حجارة، ممكن ناخذ مقابلة لنفهم شو وجهة نظرهم لهيدي التصرفات إذا أمكن؟ ليش بدأوا بهذا الموضوع؟ فينا نحكي مع أحد الأشخاص لو سمحت؟ معي أحد الشباب المشاركين في الحراك ما بعد المغرب. أنتوا شباب نزلتوا من بعد من الضاحية؟ نحن أنا جاي من الضاحية، أنا واحد من ابن الضاحية جاي مع هذا الشعب كله اللي قاعد عم يطالب بحقوقه اللي هي أبسط الحقوق إنه يشيل الزبالة. بس أنتوا تحولتوا بالمشهد من مطالبين لأعمال شغب مع القوى الأمنية. هن قوصوا وهن مبارح كمان قوصوا علينا، لكن اليوم ما بادروا لهذا الموضوع إذا كانت الحجة هيك أصلا. مبارح كمان بلا. طب أنتوا ما قادرين كنتوا تسلطوا الضوء على حالكم بغير أعمال الشغب بمطالباتكم وخطة عملكم خلص طلبنا كتير لازم نقوم. شكرا. معي أحد الشباب أيضا المشاركين في الاعتصام. أنت كلك ماي هلأ، كنت مشارك بالأعمال ولا بس طالك لا أنا بس كنت عم زقف وبدي أطلب تسقية النظام. بتتفاجأ بالمشهد؟ بتفاجأ أنه فجأة صاروا يكبوا علينا ماي وحجار ومثل ما سامع فيه وهالأصوات. أنت بتشوف أنه المشهد اليوم هيك بيوصل لخواتيمه لحل جذري أنت عم تطالب فيه أم أنه هي أعمال شغب دائما ما تترصد هذا النوع من التحرك؟ أنا بتمنى مش بس اليوم يوصل الخبر، بتمنى كمان بكرة وبعد بكرة من نضلنا لازم نستمر هيك ونسابر ونكافع على هذا الشيء لحتى نوصل للي بدنا إياه. وبتمنى أنه من كل اللي قاعدين ببيوتهم يلي عم بيزقفوا لنا ونحن قاعدين عم نطالب بحقوقنا وبحقوقهم، بتمنى انه ينزلوا مثلنا مثلهم. وبقول للدوله انه للعالم انه هيدي الدوله ما بتقرب لشعبها الا الساعه بس. صحيح. شكرا لك. تحول المشهد بالتظاهره من سلمي واشبه بالعفوي الى ما اعمل تكرر السيناريو تبع من ليله امبارح لليوم. المشهد اللي عم تشوفه اليوم انت مع ضوء او ضد او شو بتقول؟ نحن مع انه تضل سلميه هيك مش سلميه. لا قبل تكون سلميه بس هن اللي بلشوا هذا الموضوع مش نحن اللي بلشنا. هن اللي بلشوا رش المي ورجعوا بلشوا يضربوا علينا حجاره. نحن هيدي ثوره بدنا نطالب فيها مش ثوره سياسيه، ثوره شعبيه نطالب فيها حقوقنا، حقوق الشعب اللبناني كله سوا، مش حقوق السياسيه للي سرقونا ونهبونا. هذا الموضوع لازم ينتهي. نحن شعب كلنا واحد، لازم نتحاور مع بعض ونأسس حكم جديد بلبنان. معي هنا احد المتظاهرين المصابين براسه في جرح. تستطيع الكاميرا رصده. قرب الضوء. هاي دولتنا الكريمه هيك بتعاملنا، بدنا تغيير، بدنا اصلاح بالبلد. ما عادش بدنا نجوع، بدنا ناكل. ما
بس في مين بيقول انه مش بهي الطريقه انتم فيكم توصلوا لحقوقكم، مش باعمال الشغب اللي عم تعمل. ليك عملونا سنه، عملونا شيعه، عملونا دروز، عملونا مسيحيه، فرقونا. البلاد الاوروبيه صارت عالم ونحن العالم. نحن مفروض نصير نحن هول كلهم اخواتنا. سالوهم من وين جايين، ناس مسيحيه ناس دروز، حكينا بالطائفه غير بس اللي بيطلعوا المسائل اللي بيحكونا بالطواف. خربوا لنا بيتنا. نحن ضد الفساد بلبنان، هذا الموضوع. بدنا نفلوا المفسدين بلبنان لانه جوعوا الشعب اللبناني وهن غنوا، كل واحد معه 30 مليار دولار والشعب اللبناني ما معه مصاري ياكل. بعض الشعب اللبناني انه مش انه ما معه مصاري ياكل، بس ما في حقوق له هو. وسط هذه الزحمه مش هيك بتكون المطالبه بالغاء قرار معين او الغاء طبقه سياسيه معينه والوصول الى مطالب المطلوبيه المحققه؟ صحيح. كيف انت بتشوف؟ صحيح. انا اللي بدي اقوله هو تحذير للطبقه السياسيه من محاوله شيطنه الحراك الثوري اللي عم بيصير. نحن هذا الحراك واكبناه من البدايه. اليوم كنت من الناس اللي وقفوا على السياج من الصبح في محاوله لوقف الحركات الاندساسية. اليوم صار في أكثر من محاولة لنزع السياج. بالنهاية الكترة بتغلب، نشحوا إنه نشيلوا السياج الأول، وهلأ عم نشوف شو اللي عم بيصير. ترمت بوقت الأخبار، ترمت الساعة 7:30 بوقت تلاوة البيان، صارت هذه الأعمال الشغب. أنا اللي بدي أقول نحن كناس على الساحة منقول انه هيدي الحركات ما بتمثلنا، هيدي الغوغائية ما بتمثلنا، ونحن منرفض كمان ردة فعل قوى الامن الداخلي. وبالتالي انا بقول لك حركتنا بعدها مستمرة ومطالبنا بعدها مستمرة، المطالب المعيشية، لانه نحن من الشعب وللشعب، ونتمنى من الشعب انه ما ينسى بحركة الغوغائية والبربرية اللي عم تصير هلأ. مش هيك نقدر ناخد حقوقنا. شكرا لك. وصل الحديث عن إصابات متجددة، إصابات بجروح في الرأس والأعضاء، وتزايد عدد المصابين بين الحشود. برجع بسألك مرة ثانية، هيك بتكون برأيكم المطالبات بحقوقكم؟ أبدا. نحن تحركنا سلمي. أي نوع من السلمية عم نشهد اليوم؟ صار من الطرفين. نحن ندعو للتهدئة من جهتنا لأنه مطالبنا محقة. هذا الشيء نحن ضده. طب انا بدي اقول لك انه في مجموعات شبابيه ومنظمين كانوا بالعصر ودور اليوم موجودين اليوم بالصف الامنيه، هن تراجعوا لكم لانكم بتكملوا بهذا النوع من الحركه اللي هو ما بيعبر عنه. نحن ندعو الى حوار سياسي بدون عنف وسلمي وتحت النظام. نحن الجيش لنا والدوله لنا، ولنا ما الحراميه ضدنا. نحن ضد الحرامية، خاصة اللي بيّنوا أنيابهم اليوم، بيّنوا أنيابهم كلهم تعاطفوا مع بعضهم اليوم ضد الشعب. هؤلاء نحن ضدهم. أما نحن مع الجيش ومع الدولة، ونحن الدولة، ونحن الدولة، الشعب هذا مع الدولة. أما هؤلاء الحرامية نحن ضدهم. خلاص كفانا إلا من 92 نعاني منهم ومن أهرهم من 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 لقمهم ومن فقرنا. العالم كلها فقري بالمنطقة، خاصة بالباع. يعطيك العافية. معي مجددا متظاهر اخر، انا بدي اسالك، انت كلك مي هلا، كنت بالصفوف الاماميه يبدو عليها، انك شو الفرق ما بين انت اللي عم تظاهروا هلا بهيدا النوع من بهذا المشهد، بين اللي كانوا عم يظهروا قبل هذا التطور في المشهد اللي هلا تراجعوا الى الخلف؟ نحن اول شيء مش 8 ولا 14، نحن عم نضلنا للامام عشان عم ندافع عن وطننا، عم ندافع عن جد عن لبنان. ما عم ندافع عن ولا جهة سياسية، ما عم ندافع عن ولا جهة تانية. نحن مستعدين ولو بدنا نموت، نحن الجيل الجديد الظاهر الطالع لقدام، وبدنا نوصل للي بدنا إياه. في هذه الأثناء نستطيع مشاهدة أعمدة اللهب ترتفع في سماء المنطقة جراء حريق جديد تسبب به المتظاهرون بعد نزعهم السياج الدفاعي الأول لقوى الأمن. أيضا في ناحية أخرى من تحت مبنى الأي بي هنا، حيث نستطيع مشاهدة أعمدة النيران، وإن ستطفئها القوى الأمنية بسرعة كما الأول، لأنه المحاولات تكفينا لنقول أن ثمة من يريد لهذه التحركات أن تستمر بالاشتعال أكثر فأكثر. المتظاهرون هم أنفسهم من يتقدمون هذا المشهد، يعبرون عن استيائهم منه ومطالبين به، يبررون تصرفاتهم بأن ها هي طريقتهم في التعبير في الوصول إلى مقر وزارة الحكومة، وبالتالي بالصورة
الأخرى هي وصول إلى طبقة سياسية التي يتهمونها بالفساد ويريدون على طريقتهم الخاصة أن يزيلوها. معي هنا شاهد آخر على الأحداث والمتظاهر وصصنا عدوي القنابل الصوتية. هذا الصوت اللي عم تسمعه. نحن بشكل عام نحن منحب السلم ونحن الشعب اللبناني أكثر ناس حضاري وما منحب هذا المنظر نشوفه نحن ببلدنا. بس في عنا آية بالقرآن الكريم بتقول ولا تركنوا للذين ظلموا فتمسكم النار. نحن مظلومين، نحن جماعة نشتغل شغلتين وثلاثة وأربعة حتى نلحق نشتغل، حتى نلحق نطعمي أولادنا، نعيش عيالنا، مش أكتر من هيك. نحن ما بدنا شيء لا من الحكومة ولا بدنا إياهن، بس معاش يسرقونا. ما بدنا شيء، ما يسرقونا بس، نحن ما بدنا شيء منهم، ما يسرقونا، مش أكتر. متظاهر آخر، تبدو كأنك تقدمت المشهد في بعض اللحظات، كنت بالصفوف اللي عم تواجه القوى الأمنية. أنت اليوم بعكس اللي كانوا عم يتظاهروا عصرا واللي طالبوا بالسلمية وكان في تباين بالمواقف والآراء وحتى التصرف ظهر اليوم عصرا، أنت شو جاي تعمل بهاي اللحظة بالذات؟ إذا كنت عم بتطالب أصلا كنت ظهر سياسيا ومطلبيا، اليوم تحول مشهدك لمشهد عنف واشتباكات مع عناصر أمنية. أكيد في متسوسين بيناتنا، أكيد هذا ما بعرف بس لمصلحتهم هني أكيد في متسوسين. أنا اللي بطالبه يعني إنه تكون تظاهرة سلمية بين العالم، إنه تعبر عن اللي عم بيصير بطريقة سلمية، ما يصير هالشيء يعني أكيد ما يكبوا لفرقيع ولا حجارة، ما بعرف أكيد امبارح ما كان هالشيء موجود أبداً. اشتباكات الأمس كانت بهذا لا ما كان في لا فرق، ما كان في فرقيع، ما شفت أنا حدا في ما كان في يعني المواجهات اليوم أكثر موجودة من الطرفين. من الطرفين لا اليوم ما كان في رصاص، اليوم ما كان في رصاص. ماذا تتوقع لهذه التظاهرة في يوم الغد والأيام المقبلة؟ أو ماذا تطلب منها أصلا؟ يعني تكون تظاهرة سلمية أكثر من هيك، ما يكون في هيك مشاكل، لأنه حاسس إنه امبارح. هل تشعر أن هناك قيادة لهذا التحرك ذات قرار موحد؟ أم أن غوغائية؟ فوضوية، ما في تنسيق. من يتحمل مسؤولية هذا الفلتان في سير التظاهرة على مستوى البرنامج وعلى مستوى يعني ما يجري على الأرض؟ هل هذا تحرك تحرك يعني كيف بدي تحرك انه بريء ما في عفوي صحيح وعشان هيك مش منظم. لو كان مثلا منتمي لحزب او شيء كان منظم اكثر من هيك، اكيد كان منظم اكثر من هيك بكثير. هلا هو يعني بعد القصه بعد الاضطهاد الفرنسي كان لازم يتغير يعملوا قانون يناسب اللبنانيه ما يناسب فرنسا فيه يناسب اللبنانيه يعني قانون الطائفية اضبط قانون للبنانيه. شكرا جزيلا. عموما اذا كنت زلت على الهواء معكم مباشره لا استطيع سماع صوت الاستديو هنا المشهد بدل طيب. صاحب طبعا سوف نعود اليك محمد ان كنت تسمعني، سوف نعود اليك مع ورود اي جديد في بعض المتظاهر السابق معنا. محمد جرادي مراسلنا طبعا من وسط بيروت، شكرا جزيلا لك، يعطيكم ألف عافية، ونتمنى عليكم أخذ الحيطة والحذر كل فريق قناة الميادين في وسط بيروت. مشاهدينا التغطية طبعا ستكون مستمرة مع ورود أي جديد، شكرا لكم لطيب المتابعة، نلتقي بإذن الله.